ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة شديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة شديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك أبدية، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة شديدة، المسيح بينادى عليك تفتح وياه صفحة جديدة. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، يا مرحب بيكم باسم يسوع، برحب بيكم وبحييكم، وواثق أنه في هذا اليوم المبارك الرب يسوع أعد ليك رسالة خاصة من قلبه لقلبك بشكل مباشر، رسالة فيها تعزية، رسالة فيها رجاء، رسالة فيها نعمة من قلب الآب السماوي ليك. وفي اليوم العظيم اللي رب أعده لينا ده، أنا عايزك تفتح قلبك للرب للآخر. انت هتقضي معانا وقت، هنعبد الرب وهنسبح وهنسمع كلمة منه، لكن أعظم حاجة ممكن تعملها وأحلى معروف تعمله في نفسك انك تفتح قلبك لكلمة إلهية تخترق أعماقك، لأن الرب مش بس في مقاصده انه يسمعك صوته، لكن في مقاصد الرب انه يغير حياتك، يغير حياتك علشان تكون مطابقة لصورة الابن المبارك يسوع المسيح. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة وتفاصيل اللي هنحكي فيه معاكم خلال الوقت اللي جاي، عايز ارحب جدا جدا بضيوف الافاضل، اخ مينا عدلي، يا مرحب بيك اخ مينا. اهلا بيك اخويا مدحت، فرحان اكون معاك يا رجل الله في الحلقة دي. عايز ارحب كمان باخونا المرنم الحلو الجميل المبارك صاحب الابتسامه التي لا تغيب، اخويا الغالي رامز هاني. اهلا بك اخ رامز. اهلا وسهلا بك اخويا مدحت، بركه وامتياز من الرب اكون معاكم النهارده انت واخويا مينا. يا اهلا بيك، واثقين الرب يدينا حلقه مباركه وحلقه عظيمه. لكن قبل ما اطلب من اخويا رامز يقودنا في البدايه كده في وقت نعبد فيه الرب ونطلبه مع بعض، انا نفسي اقدم تعزيه كبيره من قلب الرب لكل اخواتي اللي اصحاب حادث ابو رأس، وخاصه اخونا سمسم من قريه منسفيس. حادث كان اليم، راح ضحيته ناس كتير وشباب وكبار وصغيرين خلال اليومين اللي عدوا، لكن واثقين ان رب يسوع يوصل بتعزية خاصة لقلوب الكل، لقلوب الكل توصل بتعزية تسندهم وتشددهم وتشجعهم. عايز كمان اقدم تعزية لاخونا الحبيب شريك الخدمة معانا هنا في خدمة صفحة جديدة وفي برنامج صفحة جديدة، اخونا شريف سعد. شريف سعد الانتقال والده يوم الجمعة اللي عدت، واثقين كمان ان الرب يوصل ليه بتعزية. تعالوا في البداية خلونا كده نبدأ بتسبيح للرب ونعبد الرب ونطلبه مع اخونا رامز. تفضل اخ رامز. هاليلويا، تعالوا نرنم مع بعض الكلمات الحلوة دي. احمد الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته الى الابد تدوم. راعي فلا أخاف، ماذا يصنع إنسان؟
تسليني دعوت الرب قضيتي فأجاب ورحبني رعية فلا أخاف ماذا يصنع إنسان بي الرب معي ومعي وسأرى بأعدائي يحميني وخير لي من سنة البشر الرب معي ومعي وسأرى بأعدائي يحميني وخير لي من سندات البشر الأحكي ما بالرب خير من الاتكال على زراع إنسان أو عظماء الرجال الأحكي ما بالرب خير من الاتكال على زراع إنسان أو عظماء الرجال كل الأمم حوطوني باسم الرب وبده باسم الرب وبدهوك انطفأوا كنار الشوق باسم الرب وبدهوك دفعوا لي إسقاط والرب سندني قوتي وترنم الرب وهو خلاصي دفعوا لي إسقاط والرب سندني قوتي وترنم الرب وهو خلاصي هذا نشيد يمين الرب علي بخيام الأشرار يمين الرب قدير يمين الرب علي هللويا زراع الرب قديرة زراع الرب رفيع. النهاردة ربنا حضر لي كلمات خاصة من قلبه. النهاردة عندنا حلقة بتمس الواقع العملي اللي احنا بنعيشه، ويمكن انت شفت العنوان بتاع الحلقة من خلال البوست اللي على الفيسبوك على قناة الكارما او من خلال اي صفحات تانية، انه في ضيقهم نجاهم انقذهم من شدائدهم، صرخوا فالرب اسمعهم فالرب انقذهم. عايز اشجعك ان في كلمة خاصة توصل لقلبك لو انت من الناس اللي بتصرخوا في هذه الايام من شدة الم من شدة تعب من شدة ضيق. اول كلمة عايز اطمنك بيها ان الرب سامع صلاتك، ومليون المية الاله الذي سامع الصلاة يتدخل بانقاذ معجزي لحياتك. عشان كده ربنا مجهز ليك كلمة خاصة تسمعها من خلال خادم مبارك الاخمينة عاطف. تعالوا مع بعض نسمع اخونا الحبيب وهو بيتكلم لينا بكلمة الرب، كلمة تعزينا وتشددنا وتخاطب قلوبنا بالروح القدس باسم يسوع. اهلا بك خمينة، مساء الخير اخويا، تنور البرنامج. الله يباركك. انا مبسوط وانا موجود معاكم في الاستديو مع اخويا مين عدلي ومع اخويا رامز. انا واثق ان دي حلقة من الرب وفيها كلام خاص لكل المشاهدين. حابب اقول مساء الخير لكل مشاهدين قناة الكارما وصفحة جديدة، والحلقة عنوانها جذاب وجميل جدا. تعال نقرا مع بعض كده في مزمور 107 عدد 13: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. عايز أقول أنه كل واحد فينا عنده صرخة، وكل حد فينا جواه صرخة صعبة جدا جدا جدا. أوقات كتير أنه عايزين نطلع الصرخة دي، وأوقات كتير نطلع الصرخات دي في أوقات مش مناسبة، أو ممكن نطلعها مع أشخاص مش مناسبة. لكن الكتاب المقدس يذكر لنا عدة صرخات كانت صرخات موجهة للإله العظيم اللي يعرف يسمع الصرخة، يسمع الأنين اللي جوه اللي محدش بيحس بيه، كلمة اللي محدش حاسسها اللي بتترجم صرخة، الروح القدس بيعرف يسمعها منك النهاردة. وعايز أخدك في كام موقف عملي في الكتاب المقدس بيكلمونا عن صرخات صرخوها رجال الله وصرخوها شخصيات في الكتاب المقدس، الله سمعهم والله أصغى ليهم بقوة غير عادية. أشوف صرخة، أول صرخة صرخة نجاة، صرخة بطرس عندما كان في البحر في السفينة هو والتلاميذ. الرب يسوع ألزمهم أنه يدخل السفينة ويعدوا الضفة الثانية ويمشوا في البحيرة، وفي وسط البحيرة في وسط البحر دوا الأمواج هاجت والأمواج ضربت السفينة لأن كانت الريح
مضادة، رياح عالية وأمواج عالية تضرب السفينة، في هزيع أول وفي هزيع تاني وفي هزيع تالت. مع أن خلي بالك، عايز أقول لك أنه كان في أربعة في التوقيت دوا خبراء في البحر، خبراء في الصيادين في الصيد وفي وشغلتهم البحر، زي بطرس زي يعقوب وزي اندراوز وزي يوحنا، دول شغلتهم الله دعاهم لأنهم كانوا صيادين سمك، فالبحر ده لعبتهم. لكن وقت الأمواج العالية، وقت الرياح المضادة، ولا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا ولا اندراوز عرفوا يعملوا حاجة، لأن خبراتهم ضاعت، لأن كان الأمر أكبر منهم. فالرب ما سابهمش، الرب جالهم في هزيع رابع. التلاميذ خايفين وصرخوا من جواهم، بس كانت الصرخة دي مصطحبة بخوف، خايفين، ظنوا أنه خيال، لكن الرب بيقول لهم ما تخافوش، تشجع، أنا هو، لا تخافوا. لكن بطرس يقول له كده، لو أنت المسيح، لو أنت الرب اللي نظنه، خليني آجي أمشي زيك كده على المية، خليني آجي ماشي زيك كده على المية. فالرب أمر بطرس، تعال يا بطرس. وبطرس وهو ماشي كده على الميه كسر قانون الطبيعه، فهو ماشي عينيه اتحطت على الظروف، على البحر، على الموج. ازاي انا ماشي على الميه؟ ازاي اكسر قانون الطبيعه دوا؟ فبدا يغرق، ايمانه تاه بين الطريق، بين انه يحوش عينيه من على الرب يسوع وبين انه حط عينه على الواقع اللي هو مش قادر يصدقه، فبدا يغرق. من هنا جت الصرخه، صرخة من بطرس من جواه، صرخة عظيمة جدا، يا رب نجني. يمكن عايز أقول لك البحر ده إشارة للعالم، ويمكن أنت غرقان في هموم العالم، غرقان في مشاكل العالم، البحر والأمواج عالية قوي عليك، وسفينتك اللي هي حياتك كاد أنها تغرق، وكاد أنها يعني الأمواج تاخدها في حتة بعيد، تاخدها للقاع. لكن عايز اقول لك النهارده اخويا اللي بتشاهدني، يمكن بتمر بظرف صعب، يمكن بتمر بمشكله صعب، يمكن العالم ازداد عليك امور عظيمه، لكن عايز اقول لك النهارده اصرخ الصرخه اللي صرخها بطرس، يا رب نجني، يا رب نجني. كان الصرخه طالعه من اعماق بطرس. لكن خد بالك، الرب ما سابش بطرس في الموقع ده، لكن الرب مد ايده بسرعه وانتشلوا من الغرقان، من هموم البحر، من العالم المتعب. وانا عايز اقول لك النهارده، اتمنى ان الرب ياخدك من هم العالم، ياخدك من العالم، لانه العالم صعب، العالم مليان بالضغوط. لكن كمان كان في صرخه تاني صرختها ست مظلومه، صرخه بسميها كده صرخه ظلم. الست دي راحت لقاضي، رغم ان الكتاب يقول عن القاضي ده قاضي الظلم، لا يخاف الله ولا يهاب انسان. فالرجل دوا قال اقوم انصف الست دي، لانها في مع الخصم الثاني، هي تعبانه مش عارفه تعمل ايه. فافلا ينصف الله مختارين؟ وعايز اقول لك، يمكن انت بتمر بظلم معين، يمكن مظلوم في شغلك، يمكن مظلوم في بيتك، يمكن مظلوم في العيله بتاعتك، يمكن مظلوم مع الناس اللي حواليك، مع اصحابك، متهم في امور صعبه. بس خلي بالك، خليك زي الست دي، خلي عندك صرخه حقيقيه، اصرخ، لان الله بيقول افلا ينصف الله مختاري السارخين اليه ليلا ونهارا. عايز اقول لك الله بينصف مختارين وبينصف النهار. لو انت عندك صرخه فيها ظلم، صرخه فيها يعني فيها انك انت حاسس مظلوم، خليك واثق النهارده ان الرب يعرف يوصل لظلمك ده. كمان في صرخه تاني طالبا فيها الرحمه، زي برتماوس ابن تماوس، مشهد جميل جدا. المسيح طالع من اريحه، ويعني سمع كده برتماوس انه الموكب معدي بالرب يسوع كده وبيمشي وراء الاف، ايه الضجه دي؟ ايه الاصوات العاليه دي؟ فكانت فرصه بالنسبه له، لان هو كان يعني فاقد بصره، فقال دي فرصه الوحيده. وفي فرص بتجيلك اوعى تضيعها، في فرص اوعى تنتهي منك. عايز اقول لك النهارده، صرخ برتماوس بصوت عظيم، يا يسوع يا ابن داود ارحمني. وانا عايز اقول لك النهارده، يمكن النهارده يعني حاسس انك تعبان، حاسس انك يعني في خطيتك مش عارف تتخلص منها، في ادماناتك، في المخدرات، في ايا كان نوع اللي انت واجع فيه، مش عارف تحصل، يعني انت حاسس انك مشعب بذنب رهيب. اتمنى النهارده انك تصرخ صرخه برتماوس، يا يسوع يا ابن داود ارحمني. عايز اقول لك، الهنا رحيم جدا جدا، الهنا يعني رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمه. عايز اقول لك، لما تيجي تديله حياتك ينسى اللي فات، يقول لك كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معصينا. دي رحمه، لو طلبتها من الرب يعملها معاك النهارده في اسم الرب يسوع. مهما كانت خطاياك، تقول خطاياها صعبه، تقول لي خطيتي مش قدرش اتخلص، حاولت كتير وكتير ومش قادر، اقول لك النهارده لو صرخت زي برتماوس ابن تماوس، واصريت على صرختك انه الرب يعمل معاك رحمه عظيمه، واعظم رحمه يعملها الرب انه يغفر خطايانا،
لأنه داود كده يترنم في مزمور 103 والباركي يا نفس الرب، ويكلمنا كده عن خمس حاجات عظيمة. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك. بركة عظيمة ورحمة عظيمة إن الله يغفر الذنوب، لأنه بالذنب ده هيتحكم عليا بموت وهلاك أبدي. وكمان عايز أكلمك عن رابع صرخة، ودي الصرخة اللي صرخها الرب يسوع، له كل المجد على عود الصليب. صرخها لأجلك، ما صرخهاش لأجله، لكن صرخها لأجلك أنت. بيقول الإنسان مش عارف يتغير، حاول كذا مرة يتغير، وحاول كذا مرة يبطل العادة، يبطل الشتيمة، يبطل النميمة، يبطل السجاير، يبطل الإدمانات، مش قادر. لكن أنا على الصليب أخذ خطاياك، أنا صرت أنا أصبحت خطية لأجلك، أنا بموت لأجلك على عود الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عارف الرب يسوع على الصليب عملي صرخ صرخة عظيمة وأسلم الروح، وكأنه بيقول أنا بموت علشانك، أنا عارفك أنت مش قادر تخلص نفسك ولا تقدر، لكن أنا بموت لأجلك النهاردة، ويسوع مات لأجلك، وبيقول لك أنا بديك الحياة الأبدية. لو جيت للرب النهاردة وديته حياتك، صدقني الرب النهاردة يقدر يخلصك من كل اللي جواك. لو أنت بتمر بأتعاب وأحمال وأثقال، بتمر بهموم، غرقان في البحر، عندك قضية مظلوم فيها، عندك أمر معين حاسس أنك مظلوم في شغلك، في علاقاتك، في جيرانك، أيا كان، عايز أقول لك النهاردة خلي صرختك موجهة ناحية الرب. ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم. لو أنت في ضيق النهاردة وصرخت للرب صرخة حقيقية، عايز أقول لك النهاردة الرب يعرف ينقذك ويعرف يخلصك من كل الشدائد اللي أنت فيها. خلي عندك ثقة في الرب، وبينادى عليك وبيقول لك أنا عايز أخلصك. تدي حياتك للرب النهاردة، الرب عايز يديك حياة. تجيله بصرختك النهاردة، أنا بدعوك تعالى بالصرخة اللي جواك قدام الرب. أنا بقول لك تعالى النهاردة بصرختك عندي، وأنا أعرف أسمع الصرخة دي، أسمع وتصلي بالصرخة دي. يمكن صرخت للناس ما نفعكش، يمكن يعني قدمت للناس شكاوي كتير ما نفعكش، لكن عايز أقولك النهاردة تعال غمض عينك وانت بتسمعني وانت بتشاهدني. أيوة انت اللي قاعد قدام التلفزيون، عايز أقولك النهاردة ربنا سامع صرختك. لو انت بتنده عليه، لو انت بتقول له يا رب زي بطرس نجني، انا مش عارف اتخلص من الخطية دي، انا مش عارف اتوب عن الامر ده، بس انت تقدر يا رب، بس انت تخلص يا رب يسوع. لو انت بتشاهدني عايزك تغمض عينك. ايوه غمض عينك معايا وقول للرب اقبل حياتي، انا بديك انت حياتي، انا بصرخ صرخاتي ليك انت. البشر مش هينفعوني، الظروف مش هتنفعني، انت بس يا رب يسوع بديك حياتي. وخلينا الوقت اللي جاي ده نرنم ترنيمة مع اخويا رامز. ربي يبارككم. وأنا لم أتركك،
وأنا لم أترك أرجوك يا ابني تعال إلقى علي الأحمال ما في لحظة أنا نسيت ما في لحظة أنا نسيت حزنك أحزاني دمعك ألهمني من أجلك أنا بكيت من أجلك أنا بكيت افرح يا ابني هنا واذكر إني أنا بذلت نفسي هنا لأمنع حياة وياك طول الحياة وياك طول الحياة أرجوك يا ابني تعال إلقى علي الأحمال أرجوك يا ابني تعال تعال إلقى علي الأحمال ما في لحظة أنا نسيتك ما في لحظة أنا نسيتك يا بختك لو كنت صليت من كل قلبك النهاردة مع أخويا مينا وهو بيقدم ليك هذه الرسالة. وأكثر ما شجعني في هذه الرسالة أنه في الختام رمى الكرة في ملعبك قال لك أنت محتاج تصرخ صرخة من قلبك الليلة تنادي فيها على المسيح. قبلك صرخ بطرس والرب مد إيده وأنقذه ونجاه. الكرة النهاردة مش في ملعب الرب، الكرة النهاردة في ملعبك أنت. الرب مادد إيده علشان ينقذك ويخلصك وينتشلك زي ما قال أخويا مينا ويرفعك من أي رباط شيطاني مسلسل ومدمر حياتك. الكرة في ملعبك، تذكر هذه العبارة، الكرة في ملعبك، القرار قرارك، الخلاص موضوع في يدك لأنه مدفوع من قبل الرب، لكن يتبقى أنك تقبل عمل هذا الصليب وتقبل عمل هذا الخلاص العجيب لأجلك وتكون من الليلة واحد تاني وخليقة جديدة. علشان كده أنا نفسي من قلبي النهاردة عايز أشكرك يا مينا، عايز أشكرك علشان العنوان اللي أنت اخترته، لأنه الحقيقة الأيام دي أنه كم الثقل والهموم والأتعاب والأحمال. بستقبل كل يوم عشرات المكالمات والرسائل من ناس متألمين. صحيح. احنا بنلف ونوعص في بلاد وكنائس مختلفة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لا المدير مرتاح ولا العامل مرتاح، لا اللي معاه فلوس مرتاح ولا اللي معهوش مرتاح. صحيح. احنا في أيام فعلا ما أصعبها وما أضيقها وما فعلا يعني كم الضغوط اللي فيها مرعبة. علشان كده لما حضرتك بعتلي عنوان الحلقة قلتلي عايزين نتكلم عن خلصهم أنقذهم من شدائدهم، أنا قلبي طار من الفرح بالعنوان قبل ما أعرف التفاصيل اللي في النص، لأن وسط الغيمة السودة اللي أنا بشوفها كل يوم في رجاء. نعم. عند واحد بس هو يسوع المسيح. نعم. أنا نفسي أمينة بسرعة شديدة كده تدلنا فكرة عامة عن اللي حضرتك هتحكي فيه معنا طول الحلقة. هي أخويا مدحت يعني الكلام بتاع النهاردة هو كلام شعب زمان شعب الله، ويعني عنوان حلقتنا النهاردة فخلصهم من شدائدهم. كم الشدائد عدى بيها شعب في يوم من الأيام؟ باختصار سريع القصة موجودة في مزمور 107. القصة بدأت لما كان الشعب المرة دي مزبي في بابل في عاصمتها شوشن القصر اليهودي المملكة الجنوبية اللي تحت، راحوا بتمام كلام الرب بفم أرمياء 70 سنة على مالك عليها شوية من المعروف أو على مالك. مزمور 107 ده صدى قصة حقيقية، قصة حقيقية يعني المزمور. نعم. بيجسد
قصة رحلة شعب. رحلة شعب تمام. صحيح. الشعب ده باختصار بسيط. سوري ان انا بوقفك بس. لا بس عشان التوضيح انا عايز افهم بالراحة. لا كده انت الهوست النهاردة فتاخد راحتك اللي عايزه يعني. حبيبي. الحقيقة ان هم راحوا 70 سنة وكانت في مملكة صعبة اسمها مملكة بابل، وكانت مملكة قاسية بشكل رهيب، وانتهت هذه المملكة وبدأت مملكة اسمها مملكة فارس. اول واحد ليها اسمه كورش. ده امتى الكلام ده خميس؟ الكلام ده قرابة يمكن 536، يعني هم في العودة 605 تساووا 536، 70 سنة راجعين. طب تحفظ الحاجات دي ازاي؟ عشان بس بقرا كتاب صدقني ولا حاجة يعني، كلمة الرب الغالية مايك. يعني رب يحفظك في كلمة الرب يباركك. وهم راجعين يعني بدأ كورش ينادي ان اللي عايز يرجع لبلده يتفضل. خلاص فضينا موضوع بقى السبي والكلام ده، فعايز تتحرك اتحرك. بدأوا الشعب بالفعل يحمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ده احنا كنا نستاهل العقاب، ده 70 قليلة علينا. لأنه طبع إلى الأبد رحمته، ده 70 أقل من أسامنا. وبعدين بدأوا يتحركوا، بس وهم لسه بيتحركوا افتكروا انه من قرابة يمكن 1000 سنة، سنة 1446. سوري أمينة، قبل ما ندخل على الخلفية التانية عايزك تقول لي هو ايه اللي وداهم السبي؟ يعني ايه اللي خلى الشعب ده يروح يبقى مذبي في ارض غريبة لمدة 70 سنة، وعارفين كم المزلة اللي بتحصل لما واحد يطلع بره بيته؟ يعني في سفر اسمه سفر العدد وصحيح 28، ده بيسموه او سفر كمان اتعاد في سفر التثنية الكلام، سفر العدد وسفر الطريق والبرية، في شرائع فليكسر الشريعة ليه عقاب. سفر التثنية بيصنع الكلام تمام. وفي صحاح شهير 28 بيتكلم عن الطاعة، اذا اطعت هتاخد، اذا ما اطعتش. واحدة من ضمن عدم الطاعة انك تسمع. خلاص بلغة تانية قالها الرسول بولس لروميا تمام. فبيقول في صحاح 6:23 ان اجرة الخطية هي موت، اما هبة الله فهي حقيقة بداية، اللي عملته تعاقب عليه. القانون بيقول كده صح. فالحقيقة ان المملكة الشمالية اتسبت الى اشور ومرجعتش تاني سنة 722 قبل الميلاد. المملكة الجنوبية دي المملكة اللي جاي منها الرب، ده السلسال الملكي اللي هيجي منه الرب. وكان عليها حروب غير عادية. ليه حضرتك بتقول لي اتسابوا؟ لانهم ما حفظوش ثبوت الرب، لان الرب كان بيقول السبت راح، فما ريحوش الارض وهم ما ارتاحوش وما عبدوش الرب. فالحل الوحيد انه كنتم تروحوا السبي، تزبوا الى ارض غريبه. وطبعا في مزامير بتتكلم على الموضوع ده، ان لما راحوا هناك عند انهار بابل افتكرنا ونكدن الكلام ده ازاي. بداوا يتحركوا اخي مدحت، والحقيقه انه افتكروا ان موسى كبيرهم الكبير ده، موسى ده يعني خروج، موسى يعني ده قياده 600,000 ماشي، 2 مليون نسمه. افتكروا انه هم ماشيين مع موسى تاهوا 40 سنه. فالاجيال كل ما بتروح مش في الطالع، كل ما بتروح في النازل. فافتكروا لو حصل مع موسى 40 سنه، طب ده احنا غلابه، هو العمر فيه كام؟ 40. ومفيش موسى، ده الموضوع صعب على الاخر يعني. ده بالعافيه راجل بسيط اسمه زروبابل، وراجل ابسط اسمه عزرا، وراجل ابسط اسمه نحاميه، قاده في الشعب قادوهم وهم راجعين. وهم راجعين قالوا هنتوه نعمل ايه؟ فراحوا قالوا بس المفتاح الوحيد، وده مفتاح حلقتنا النهاردة أيوة. عشان نخلص من الشدائد، عدد 6، عدد جميل جدا، يقول لك كده فصرخوا إلى الرب في ضيقهم. طب الرب إيه في اتفرج يا أخي بتاعت؟ لا يعني احنا نصرخ النهاردة ويقول للمشاهد الكريم انتظرنا الحلقة الجاية؟ لا، انتظر الرب يتدخل في حياته فوري النهاردة. انا في كلمة مينا سورة بقول لك مينا على طول. لا ده انت خلال معلش يا جماعة، بس انا ومينا احنا اصحاب، فانا بحاول كل شوية اقول له اخو حضرتك علشان الشاشة، فعلش اقول له مينا على طول، اقول رمز احنا اصحاب يعني. فخلونا معاكم كده في السكة مفتوحة. اكتر كلمة بحبها في الاناجيل ففي الحال. نعم. فللوقت. نعم. فتدخلات الرب الفجائية في الحال. هللويا. هللويا. في الحال. ويحصل النهاردة. باسم الرب. احنا لم نتبع خرافات مصنعة. طبعا. احنا عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت. فاحنا بنقول كلمة الرب اول ما صرخوا مبارك اسم الرب. يقول لك في نفس الآية على طول. فانقذهم وخلصهم من شدائدهم. طب عمل ايه؟ ايه الفعل بتاعه؟ يقول لك عدد 7، هداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينة سكن. او خلاص كده الرب عمل معهم معروف، هيروحهم بلدهم وهيسكنوا هناك. وتيجي الآية اللي بتتكرر برضو 4 مرات، فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني
آدم. مشوا شويتين يا أخي مدحت علشان نبقى نتأمل في واحدة. طب اقترح اقتراحها مين؟ تحت أمرك. اللي أنت بتقوله مش هينفع نسمعه كده ونتبسط بيه. أنا عايز أقول اقتراح وأخد رأي رامز كمان في الاقتراح ده. ان اخواتنا اللي بيشاهدونا سواء على الفيسبوك او سواء على التلفزيون, وبالمناسبه لو عايز تتصل بينا, لو عايز تبعت لينا مسج على الفيسبوك او تكتب كومنت على, لو انت بتشوف الحلقه من خلال الانترنت على الفيسبوك, تقدر تبعت لينا رساله. لكن اشجعك افتح كتابك المقدس, لانه يعني واحنا جايين منا بيحكي معايا عن المزمور ده, فسحني فيه, فسحني في المزمور. فانا عايز اشجعك لو انت في البيت اجري هات كتابك المقدس وهات ورقه وهات قلم وابدأ خطط كده وعلم, لأنك هتطلع الأيام دي, هتطلع من خلال الحلقة دي شرب المزمور ده بإعلان إلهي خاص جدا. فأنا إيه رأيك لو كمان تشجعهم يجيبوا كتبهم ويفتحوا معنا المزمور علشان يستمتعوا بيه ويستمتعوا بالكلام اللي حضرتك هتقوله؟ صدقني أخويا مدحت اللي بتقوله ده يعني قالوا كاتب مزمور 119 قال لأنه فتح كلامك ينير يعقل. احنا واحنا بنفتح الكتاب مدحت بنشعر بكم نور وكم حضور الهي غير عادي. فبشجع طبعا المشاهد الكريم يفتح معانا ويتابع. ولو راجل بسيط في قريه بسيط لسه راجع يمكن من غيطه, شاب يمكن معهوش كتاب شخصي, يمكن كمان يتصل بينا ويسيب لنا رقمه في الكنترول روم نبعت له كتاب لو هو من كره مصر تحت امره. طبعا احنا موجودين عشان نحكي مع بعض في الكتاب, بنتكلم ببساطه خالص عن خلصهم من شدائدهم. في ناس في كم شده وكم ذل مش طبيعي. الاولانيين دول لو حضرتك عايزني اقف عند واحده امين طبعا. عايزني اقول الاربعه وبعدين نرجع لهم براحتك يعني. يعني لو حكيت الاربعه في ملخص سريع جدا تمام. بحيث ان تبقى الخريطه مرسومه في اذهاننا تمام. ونفصصهم واحده كده يبقى حلو. تحت امرك. بتقولوا اللي حصل في عدد ستة, بدأوا يتحركوا من السبي من بابل وهم ماشيين تاهوا, فرحوا صرخوا للرب قالوا له يا رب تايهين. الرب راح عطاهم الطريق المستقيم. يقول لك المرة الثانية اللي صرخوا فيها عدد 13 بدأ يصرخوا, بس بدأ يصرخوا لأن الأمم اللي حواليهم بدأت تسبي يمكن عيالهم, يمكن تخطف بناتهم, يمكن تحبس رجالتهم, يمكن آسف ياخدوا زوجاتهم غصب عنهم. الوضع صعب خالص. فبدأوا المرة دي يصرخوا كم هجوم شيطاني عنيف مش طبيعي. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم عدد 13. راح إيه اللي حصل؟ يقول لك أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. وتيجي الآية الشهيرة يتحولوا من صراخ ومرارة غير عادية للآية اللي جاية الحلوة, يقول لك فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. بعدين المرة الثالثة وهم ماشيين برضو حصل يمكن فقد بشري, يعني عادي ممكن يكون حد مات في البرية, حد فقد عزيز حبيب, نفسيات تعبت, يمكن ناس دخلت في مشاكل صعبة. عدد 19 يرجع تاني يقول أول ما دخل ده المفتاح زي ما قلنا, فصارخوا إلى الرب برضو الرب مبارك اسمه. تأوهات الودعاء مرات كتيرة ممكن حد بيسمعنا يبقى عنده زي رب اسمح صارخوا المرة دي ويقول لك الرب اسمحهم. طب عمل ايه؟ ايه الفعل اللي الرب بيعمله للتعبانين دول؟ يقول لك ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. الرب شفاهم من كل التعب ده. فليحمدوا الرب على رحمتي وعجائبه لبني ادم. المره الرابعه خلاص هم على مشارف الارض, لكن الحقيقه هم ما عرفوش الغلابه غير شويه الغنم اللي معاهم والبقر اللي معاهم, ده انا خلينا اقول الثروه بتاعتهم, ويعرفوش غير الخيمه وبالوتد والميتده بالحجر ولا بخشبه يدبوا عليها, والصبحيه يشروها يمشوا بالليل يناموا. المره دي اتفاجئوا ان في بحر. طب يعملوا ايه؟ راح كل واحد ابو العريف, احنا شعب فهلاوي يعني, فراح قال لك طب نعمل عوارض. عملوا العوارض من الخشب, ركب مراته والثروه بتاعته والعيال, وهاتك يا زقهم في البحر هب. يقول لك راحوا غاصوا يتميلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمتهم ابتلعت اتاخدوا لتحت. بس يقول لك فصرخوا الى الرب عمل ايه؟ يهدئ العاصفه فتسكن وتسكت امواجها, فيفرحون لانهم هدوا الى المرفى الذي يردون, وطلعهم من ناحيه ثانيه من القاع. فليحمدوا الرب على رحمتي وعجائبه لبني ادم. ده ملخص مزمور 107 اخويا مدحت. هللويا. انا اكتر حاجه بسطاني
انه كانها قصه عماله تدور، هي نفس الدايره يعني. لما حضرتك بتحكي ازمه حصلت كان بيليها صرخه من الشعب، يليها استجابه تختم بتسبيح وعباده للرب. انا عجباني اللفه دي في الاربع مرات اللي حضرتك قلتهم، كل مره فليحمدوا الرب، كل مره حمدوا الرب، شكروا الرب. فانا يعني عايز اثني على كلامك واقول ان اللي بتبدا بازمه وكارثه مليون المية هتختم بشكر وحمد للرب، لان في تدخل الهي عظيم. هللويا هللويا. احنا معانا تليفون، ناخد تليفون وبعدها نروح نعبد رب كده بترنيم. عايزين نفرح رامز النهارده. امين. فيش ترانيم كئيبه، نفرح بالرب يعني، هنفرح بالرب لان في شكر الهي. امين. خلينا نروح للتليفون. الو الو الو، غالبا في مشكله في الخط. طالما ما لو استاذنكم من فضلكم، التنبيه اللي بنكرره كل مره، حضرتك بتكلمنا ابعد على التلفزيون لانه بيحصل لخبطه في الاصوات، فهنا مش بنبقى عارفين نسمع كويس. من فضلك لما تكلمنا خليك بعيد عن التلفزيون او اقفل صوت التلفزيون، يعني اختار اي اختيار من الاثنين يعجبك يعني. طيب خلونا نروح نعبد رب كاب ترنيمه حلوه مع رامز، وهنستقبل تليفوناتكم بعد التسبيح. امين. هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح. نسبح الملك. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح الى الابد رحمتك. كمان مره تاني هاليلويا. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. لأنه أشبعت نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة، ملأ خبزا. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. أخرجنا من الظلمات وظلال الموت، وقطع كل قيودنا، قد قطعها. هاليلويا الرب صالح، الرب صالح إلى الأبد رحمته. هللويا هللويا هللويا. وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهي. أنا أؤمن وأعلن إيماني معاك إن الرب هيخرجك من الضيق إلى رحب لا حصر فيه، وهيطلعك من الأزمة بترنيمة، وهيطلعك من الأزمة بلسان مليان شكر على تدخلاته العظيمة في حياتك. ثق في الرب في هذا اليوم، ثق في عمله، ثق في قدرته، ثق في محبته. عشان كده تعالى مينا، يعني أنت أخدت لنا المزمور كده يعني في عجالة سريعة. عايزين بقى نفصصه سنة سنة. أول باراجراف، أول مرة صرخ الشعب فيها، يقول الكتاب المقدس أنهم تاهوا في البرية وأعيت أنفسهم وكانوا جياع وعطاش. ده يعني عدد 4 وعدد 5 لو المشاهد يحب يتابع معانا. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاشا أيضا أعيت أنفسهم فيهم. نعم. يعني إيه الكلام ده؟ وهم طالعين مدحت، ده وضع، ده وضع. احنا يوم ما اتولدنا
احنا دخلنا يقول لك كده الى وادي ظل الموت، عابرين وادي ظل الموت. احنا دخلنا في يافطة مكتوب عليها وادي ظل الموت، كم الام، كم يعني ضغوط مش عاديه. وعايز اقول للمشاهد الكريم اللي بيسمعنا انه على فكره لو انت في ضيقه مش لوحدك، يعني انا وانت مدحت واحنا قاعدين هنا في الاستوديو مش ايدينا في الميه والمشاهد الكريم ايده في النار. لا مش يعني مش عايزين نحكي قصص خاصه طبعا، لكن يعني لو عايز تحكي يحكي. لا يعني مش عايز احكي على اللي حصل مثلا امبارح وانت راجع من ملاوي. فيلا فيعني عايز احكي يا مدحت على كم ضغوط مش طبيعيه. فده طبيعي، علمينا ان نفس هذه الالام تجري على اخواتكم الذين هم في العالم ايضا. احنا في كل الخليقه بحسب روميا 8 تأنت جاي خلاص تعبان بشكل مش طبيعي. فالشعب وهو طالع جياع عطاش، جوع للقيمة، جوع للحب، عطش للكرامة، عطش لإحساسه بالوجود وغيره بهويته. يعني يقول لك تاهوا في البرية، كم التيهان كم الزيغان. ودي الحاجة الأولى اللي عايزين نقف عندها، في ناس في كم تيهان مش طبيعي، وفي ناس بتسمع بالوعظ، يعني في ناس بتسمع بالوعظ فبتيجي في النهضات في الاجتماعات الكرازية، بيجي قدام برنامج زي برنامج صفحة جديدة في حلقة زي بتاعته النهاردة، فبيجي بيسمع صوت الرب. لكن في ناس بتصر على تيهنة وزيغنة، ده نقول له ايه؟ خد بالك لألا توصل لمرحلة تصرخ فيها. احنا عايزين نجيبك قبل الصراخ، ولو وصلت لمرحلة الصراخ يبقى الحلقة دي عشانك. واحد، الناس في حالة من التيهان الغير عادي. يا أخويا مدحت يعني أنا بحب سوريا مين هسألك تحت. سؤال في الحتة دي تحت. يعني لسه في ذهني كام قصة كده وانت بتحكي، انه قعد مع ناس كتير يقول لك انا بسمع دايما اختبارات من الخدام، انا كنت مدمن مخدرات، انا كنت كذا كنت كذا، كان ليا ماضي صعب في الخطيه، وفي نهايه هذا الماضي الصعب اللي في الخطيه ربنا نادى عليا وحياتي اتغيرت ونولت الميلاد الثاني، فانا مستني لما اعمل كل حاجه في الغلط بعد كده ارجع لربنا. تقول له ايه يعني؟ هو ده تايه اهو، هل تستنى لما يحصد مرار مشاكله ومرار خطاياه علشان يصرخ ويرجع للرب، ولا تحب تقول له حاجه يرجع بدري قبل الصرخه؟ الكلمه دي لمست قلبي، نرجع قبل الصرخه. صدقني يا اخويا مدحت انا شفت الرب يعلم. انا كان في واحد بعدي عليه وها قصه يعني، وكنت بكلمه عن المسيح مش عايز يسمع، واصيب بعيد عنك سرطان في الزور يعني وراح العنايه. فانا كنت يعني رحت المستشفى عشان ازور حد ما اعرفش ان هو موجود اصلا، فاكتشفت ان هو في نفس العنايه المركزه. فاستاذنت الدكتور ينفع اصلي معاه، وقلت يا خساره لو سمع، يعني عارف يا لو سمع. قالوها الخدام بطريقه تانية، قال لك ينفع مثلا 20 زائد 40 اكبر ولا 40 زائد 20 اكبر، فبيوصفوها وصفه جميله. فقالوا انه لو عرفت الرب عند 20 تعيش له 40، لكن لو عرفته عند 40 هتعيش له 20. خساره، احنا بنادي عليه، لا هو شاب لا هو راجل النهارده بيسمعنا، بس اوعى تقس قلبك لا تضيع الفرصه منك. ما هي من ناحيه تانية العمر مش مضمون، مش لاننا بنوزع اعمار، مش لاننا قاعدين احنا اللي وشنا فقري بنقطع باجل الناس، لا، لاننا بنحكي عن واقع حادث اسمه في روميا 3 ليس من يعمل صلاح نفر ولا واحد، اذ الجميع زاغوا وعوزهم مجد الله. الحقيقه انه الناس في كم تيهان، اللي تايه ورا سوريا مين، معلش انا مش عايز اعدي الحته لا دي لانه انا تفضل. شاعر بالروح القدس ان في حد بيسمعنا دلوقتي وهو عنده المشكله دي، بيسمع عند رب لكن عايش يعني مستني يجيب اخره في الخطيه. فانا نفسي بشكل مباشر كده تروح للكاميرا وتوجه له رساله مباشره وباسم الرب يسوع المسيح، نسمع اختبار حقيقي لتوبات حقيقيه في هذا اليوم. استاذنك يعمل ايه؟ عزيز، عايز تحذره حذره، عايز تشجعه شجعه. عزيز المشاهد الرب بيحبك. عزيز المشاهد الرب عمل الحلقه دي لاجلك، صدقني الرب بينادي عليك، دفع ثمن غالي في الصليب. الرب يسوع بيقول لك انا مش هوصف لك طريق، ده انا نفس الطريق، انا هو الطريق والحق والحياه. تعال النهارده تخش في الطريق ده يسوع المسيح، تنجو من الغضب الاتي. من فضلك ما تأجلش توبتك، من فضلك انت ما تعرفش عمرك يمكن يخلص امتى، من فضلك ما تعرفش الرب هيجي امتى. الرب بيحبك قدام حبه وعمله على الصليب. خلي قلبك يستجيب، خلي روحك تشتاق وقول للرب انا بجيلك سامحني يا رب
تقول لي لو صرختها اسمعني صدقني لو صرختها يا رب اسمعك يا رب. امين امين يا رجل الله. تفضل كمل. ال- ال- الحاله من التيهان الغير عادي النهارده اخويا مدحت تقدر وانت ماشي في الشارع تلاقي الناس تايهه اللي تايه ورا الفلوس كم ضغط اقتصادي في كل العالم من يعني غير عادي تلاقي كم تيهان ورا الجنس الاخر اللي هو شاب او هي بنت يعني كم التيهان ورا المخدرات كم التيهان ورا ال- ال- يعني يعني مش عارف اقول لك توها الناس تايهه في ساقيه يعني يروح يغيط الصبح يرجع من الغيط يشاكل في عياله وعيل شكله فيه يتخانق في جيرانه واليوم يعدي واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده كم تيهان يا على كم تيهان والشعب ده تايه. الشعب ده كان ذكي حرف المفاتيح بتاعه الرب صرخوا الى الرب مش صلوا اخي مدحت يعني مفتاح الحلقه النهارده صرخوا وده اللي كان بيقوله خادم الرب اخويا مين عاطف انه الحاجه الى صرخه لما صرخ بطرس الرب انقذه لما صرخت الارمله انصفها من خصمها لما صرخ بارتيماوس الرب وقف وفتح عينه النهارده احنا بنقول للناس يا جماعه ابدا اصرخ ابدا نادي عليه يا رب يا احنا اصرخ يعني بعلن احتياجي الملح والشديد للرب مش بتاكل على عضلاتي مش بتاكل على امكانياتي وفلوسي لا انا بصرخ للرب بقول له البيت تايه الواد تايه يا رب يرد البنت تايه يا رب يرد النهارده اخي مدحت حضرتك كنت بتحكي لي على مش عارف شباب بيغير في المكان اللي كنت فيه ده ايه كم التيهان ده النهارده الناس ليها علاقات بس مش بالكتاب احنا مش بنحبطهم بس بنقول الحل الوحيد انك تصرخ والرب يقول لك عدي علينا بكره احنا معلش بس النهارده لا فانقذهم فخلصهم من شدائدهم الرب موجود عشان يخلص من الشدة لو وصل إلى أقصى محطات التيه والضلال صدقني أخويا مدحت يمكن الناس بتسمعنا يقول إزاي ده راح المصحة 3-4 مرات لو وصل لقاع وأعماق الخطية ينقذه الرب يسوع المسيح أمين يا رب لو البيت في كم تيهان مش طبيعي لو العائلات والأسر منقسمة ومشتتة لو الخراب صار رب. الى ابعد ما يكون اسمع الرب اسمع الرب. اسمع اسمع المزمور الحلو الايه الجميله دي هداهم طريقا مستقيما يا ده طريق مستقيم الرب النهارده زي ما نادى يوحنا زمان في طريق مستقيم اسمعوا سبل مستقيما الرب النهارده اللي يديك الطريق المستقيم يرد الرب نعم هداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينه سكن سكن بيتكلم عن الراحه يا عارف التايه يا مدحت العصفور ال- 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 الراجل اللي مش عارف طرقه كالعصفور تقبعش من عشي فعرف مرات تلاقي الواحد يقول لك مش لاقي راحتي في البيت مش لاقي راحتي مع مراتي مش لاقي راحتي مع اولادي مش لاقي راحتي مع ابويا مش لاقي راحتي مع سلفتي مش لاقي راحتي مضغوط كم شكوى كم تيهان مش زي واحد تايه تقول له بتعمل ايه في الحياه ما اعرفش هو مكنة هو ترس في مكنة هو من الشغل للبنك من البنك للمصنع من مش كده قصص كده غريبة من السواقة مش عارف لل سنهاردة بنقول له يلي تايه يسوع هو الطريق الله يلي تايه يسوع أعظم صديق يسوع هو البداية لكن يسوع هو النهاية يسوع أعظم مخلص للحياة لأنه هو الطريق لا خلاص إلا بيه لا خلاص إلا فيه لكل اتياه يوجد رجاء في هذه الليلة لو صرخ أول حاجة يشعر بيها الإنسان صدقني ده يتسلسل على حاجات بعد شوية لو شعر إنه تايه لو شعر إنه خاطي ياه تبقى فرصة عمره النهاردة صدقني لو شعرت إنها صدقني مش الشهاد بتدي قيمة مش الفلوس بتدي قيمة مش العربية الجميلة بتدي قيمة مش الغطان بتدي قيمة إنه يشعر إنه تايه إنه بعيد انه في حكم بالدينونة التعيس عليه طب يعمل ايه يصرخ النهارده للرب هداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينة سكن يريحه الرب من كل جهة يجيبه يريحه ويمشيه يسوع المسيح الهنا اخويا مين احنا برنامج كرازي احنا برنامج شغلانتنا الاولى والاخيره ننادي على الناس تعالوا للمسيح ايا كانت ديانتك ايه خلفيتك ايه تبعيتك ايه قناعاتك ايه ايمانك ايه تعالى للمسيح والمسيح هو اللي يظبط دماغك ويظبط حياتك في ناس يا خمينه
بيتفرجوا علينا دلوقتي هو مقتنع انه كويس، هو مقتنع انه حلو، يعني هو مقتنع انه بيعمل حاجات حلوه، هو مش بيدمن المخدرات، هو مش زاني، هو حلو عادي يعني، ما يعني بلغه الناس عندنا في الارياف، انا من ارياف مش عشان ما اقطع رجاب الملائكه بلاش رجاب عشان تقطع ما هم يقولوا كده ببلدنا او في البلاد اللي جنب بلدنا. فتقول ايه للنوعيه دي من الناس في دقيقه؟ علشان في تليفونات كتيرة جدا معلقينها من بدري، نفسي حضرتك في دقيقة تقول لنا، تقول ايه للنوعية دي من الناس اللي شايف نفسه كويس. انت حضرتك كنت بتكلمنا على المواجهة، انك تواجه نفسك وتكتشف انك في كارثة فانت تصرخ للمسيح، تقول ايه للنوعية اللي مش شايف انه في كارثة؟ احنا عندنا يعني مقاطع محفوظة خمتحت في كلمة الله، من ضمنهم مزمور 51 المشاهد الكريم يعرفه، البسيط اللي انت بتكلم عنه، قالها انا ذا بالاسم صورت وبالخطيه حبلت بي أمي. عندنا فصل كامل في كلمه الله في روميا 5 من عدد 12 بيتكلم ان الخطيه دخلت الى كل الجنس البشري. مش لما بعمل الخطيه اخي مدحت بابا خاطي، يعني مش لما بشتم بابا خاطي، مش لما بسرق وزن بابا خاطي، لا، مش لما بقطع رجال الملائكه بابا خاطي، انا في الاصل من البطن سميت عاصيا، انا بالاصل عاصي منفصل عن الله، يوم تأكل منها موتا تموتا تنفصل عنه. ايه الحل؟ انه الروح القدس يكشف قلبه النهاردة، دي حالة، ده عمل الروح القدس، يكشف قلبه ويقول له انت محتاج لخلاص. انه برك العمل اللي انت بتعمله ده او برك السلوكي او ايا كان اللي انت بتعمله ده مش هيخلص، مش لانه بيدفع في الكنيسة فبيرشي ربنا فيروح يوم الحد اللي عندنا في مصر يسميهم الحدادين، اللي بيروحوا الحد يدفع 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا حتى اي رقم بيدفعه يوم الحد فبيكفر عن اسبوع عمله. لا 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 لا، الحل الوحيد ان الروح القدس، يا رب بنصلي في هذه الليله، يقنع المشاهد انه لو انت في حاله من التيهان في الاصل او تيهان بالعمل والفعل وبيان في السلوكيات، انت محتاج للمسيح يقنعك ويجذبك للرب يسوع اللي يخلصك. امين باسم الرب يسوع. خلونا ناخد تليفون معانا صديقه البرنامج الغاليه الاخت نهال من انجلترا. اخت نهال، انا عارف ان احنا عطلنا ناس كتير، معلش. طيب ممكن ندخل تليفون تاني لغايه ما ترجع؟ اتفضل. عايز اشجعك انه اطلب الرب يسوع، يعني وانت بتسمع حلقه زي دي كل اللي انت محتاج تعمله انه كل ما الرب يخبط على حته في حياتك كده وينور منطقه مظلمه في حياتك، افتح قلبك، افتح قلبك وقول له يا رب انا فعلا محتاج توبه، انا فعلا محتاج تغيير باسم الرب يسوع المسيح. امين. خلونا لغايه ما موضوع التليفونات ده يتظبط ناخد ترنيمه كده نعبد بيها الرب ونرجع تاني. امين. يعني بصراحه اخويا مينا هو بيتكلم الرب لفت ذهني ونرجع شويه اخويا مينا لورا في سفر الخروج، الرب هو تبارك اسمه بيتكلم مع موسى بيقول له موسى انا 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 رايت مذله شعبي وسمعت كمان ايه صراخهم وانينهم ودموعهم يا رب. يعني الرب بيسمع، الرب كان بيعد خلاص عظيم للشعب. لكن في آية فرقت معايا في نفس الأصحاح لما الرب بيتكلم تبارك اسمه مع موسى وبيقول لموسى بيعرفه عن نفسه، فموسى قال له طب لما أروح للشعب أقول لهم مين؟ ففاكرين الرب تبارك اسمه قال لهم ايه؟ قال لهم اهيا الذي اهيا. ففي تعليق سمعته دوب قلبي، وبصلي النهارده الرب يدوب قلبك عزيز المشاهد وانت بتسمع التعليق الحلو ده. اهيا الذي اهيا، يعني اكون الذي اكون، وانت في الصحراء وانت تايه اكون ليك زي ما اخويا مينا كان بيحكي كده، انا هو الطريق والحق والحياه، وانت عطشان اكون انا ليك الينبوع الحي، وانت ضال عن السكه وعن عن الطريق اللي قدامك مكتوب كده اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها. فصلاتي ليك في نهاية سنة ونهاية عام يكون بتسمع لصوت الرب وتطيع الرب وتتحرك من كل منطقة مليانة ذل وأهانة وتعب، وفي اسم الرب يسوع المسيح السنين اللي جاية على حياتك تبقى سنين مليانة بالبركة وسنين مليانة بالتهلل والفرح. تعالوا كده نرنم مع بعض ونفرح. هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي وهتعدي ألماتي وكل دقيقة أنا عشتها. هللويا. وهعدي في الجبال اللي
اني واقفه ضدي هعدي هعدي بايمان اللي مليت هعدي 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 في الجبال اللي واقفه ضدي هعدي هعدي بايمان اللي مليت هعدي وهتعدي ألماتي وكل دي أنا عشتها هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيه منها هعدي وهتعدي ألماتي وكل دي أنا عشتها هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيه منها هتمر صور المر قدام عيني كذكريات والسر ان انت حي وقفت من بين الاموات هتمر صور المر قدام عيني كذكريات والسر ان انت حي وقمت من بين الاموات امنتك على كل ما عندي واماني وايماني في الوعد يا سندي امنتك على كل ما عندي واماني وايماني في الوعد يا سندي وهعدي الجبال اللي واقفه ضدي هعدي بايماني اللي مالي يدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي هعدي ايماني اللي مالي يدي هعدي وهتعدي لحظات الحيره والشك وظلامي هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكابت كلامي هعدي وهتعدي والشك وظلامي هعدي وهتعدي نبرات الحزن وفقد كلامي واديني فارد ايديني مصلوب وغالب كما المسيني في القبر مستني فجري وقيامتي جياني تسبيح واديني فارد ايديني مصلوب وغالب كما المسيني في القبر مستني فجري وقيامتي جياني تسبيح وثباتي في الآتي بعدك مش بعدي والنصرة والقوة في ايديك وانا معدي وثباتي في الآتي بعدك مش بعدي والنصرة والقوة في ايديك وانا معدي وهعدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي هعدي في الجبال اللي واقفه ضدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي هعدي وهتعدي بثواني الراحه في ساعة الغريب هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها لو في المشيب هعدي وهتعدي بحلاوتها هعدي وهتعدي بحلاوتها وجمالها لو في المشيب وهينتهي كل ده في لحظة ما هيديني وقرار وبجسم جديد روحاني ما جيت هشوف وعيش معاه كل ده في لحظة ما هيديني وقراه وباسم جديد روحاني ما جيت هشوف وعيش معاه وهقضي في المجد حياة في نور أبدي وهرنم وأنا بخدم في بيت الأبسيدي وهقضي في المجد هللويا وهرنم وأنا بخدم في بيت الأبسيدي هاليلويا هاليلويا حياة في نور أبدي هاليلويا هاليلويا في بيت الأبسيدي هاليلويا هاليلويا حياة في نور أبدي هاليلويا هاليلويا في بيت الأبسيدي هللويا هللويا هرنم وانا بخدم هرنم وانا بخدم
رب يخرجك بترنيمة ويخرجك كمان بشهادة تشهد فيها عن عمل الرب. ما في حد تقابل مع الرب مقابلة حقيقية إلا وما تحولت حياته إلى شهادة حقيقية لاختبار مقابلته مع المسيح. فيا بختك لو كنت شاهد للمسيح عن عمل نعمته في حياتك. خلونا ناخد تليفون. ألو ألو أيوة يا أهلا بيك. الحمد لله الصوت وصل وعرفت اوصل لكم. مجدا للرب. يا اخي جورج اهلا بيك، تفضل. يا مرحب بيك يا رجل الله. الرب لاجلكم ولاجل البرنامج الجميل ولاجل الكلمات الرائعه اللي سمعتها من الاخ مين عدلي والاخ مين عاطف، حقيقي رجال الله الحلوين. شكرا شكرا. ولما بتشوف جيل زي كده، يعني بما اني يعني انا راجل خلاص يعني قربت على ال 54 يعني. يا رجل كدا. الله انت بركه لجيلنا واتصال حضرتك صدقني غالي علينا جدا 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 يعني. حبيبي حقيقي بطمن على الايام اللي جايه ان هناك رجال للكلمه واتقياء قدسين اقاموا الرب على الخدمه. ازيك يا بوزه رموز؟ ده بقى ده الحته السكره اللي في حياتي، الحته الجميله اللي عندي حبيبي عم جورج. الشاب الباسم دائما. في مره كنت بنتفرج على حاجه مش هضيع وقت البرنامج، مراتي بتقول لي، ما كانتش تعرفه، بتقول لي مين اللي قاعد يضحك ده على طول؟ كنا عاملين حاجه في خيام الصديقين كده عندهم في البيت، تقول لي هو طب هو بيضحك عليه، قلت لها هو كده. هو ربنا خلقه كده يا رجل الله. يعني بعد اذنك اخويا مدحت، انا لازم يعني ارحب بصديقنا وحبيبنا الاخ جورج. يا اخ جورج انت بركه كبيره لكل العالم بصراحه، تشجيعك ومحبتك. وبعدين الاوضه بتاعتي يعني متوحشاك جدا، والسرير بتاعي بيقول متى الاخ جورج ينزل. رجل الله يعني. في جورج اخي جاي لك يا باشا، جاي لك بس عايزك تتجوز بقى وتطلع فوق عشان اطلع الشقه اللي فوق انا وتسيب انت عروستك اللي في الاوضه اللي تحت. حبيبي يا رجل الله. اخي جورج حضرتك حابب تقول رساله للمشاهدين؟ صدقني انا يعني انا دايما لما يكون في عظماء في الكلمه زي اخويا مين عدلي ومين عاطف ومقدم برنامج زي اخويا الجميل مدحت صمويل ومرنم زي رامز، حقيقي كلماتي هتكون ضئيلة وبسيطة وضعيفة، ولكن خليني أدي نصيحة مش وعظ، مش وعظ عن اختبار. أنا هتم مع الرب الشهر الجاي 39 سنة وفي الخدمة تقريبا 37 سنة. وأنا يعني ما كنتش أسيس، يعني لم أحظى بهذا الشرف العظيم، ولكني كنت في مجال البزنس. يعني عايز اقول للمشاهدين انا كنت حد متمرمط في السوق وبشتغل مع ناس صعبه ومع صناعيه عندي في الشركه وعملاء صعبين، منهم جبابره ومنهم حاجات كبيره يعني، ولكن تعرضت لشدائد كتير. لكن انا عايز ادي للمشاهد ثلاث سطور خلاصه الحدوته كلها. اتفضل. بما ان البرنامج بيتكلم عن خلصهم من شدائدهم، فانا هدي لك كل حد بيسمعني يطلع ثلاث صوابع من صوابعه كده، اي ثلاث صوابع ويعد عليهم الثلاث حاجات دول. نمره واحد، توقف عن المسير في سبل الاشرار. امين. اثنين، لو عايز الرب يخلصك من شدائدك، نمره واحد توقف عن المسير في سبل الاشرار. امين. اثنين، تمسك بالكلمه ليلا ونهار. امين. الله الله على جمال التعبير. ليلا ونهار. امين. الثلاثه بقى دي الكلمه الصعيدي بتاعتنا بقى، يلا. لسانك جوه بقك باستمرار. حلوه دي، سهله جدا. امين امين باسم الرب. توقف عن المسير في سبل الاشرار، تمسك بالكلمه ليلا ونهار. تمام. لسانك جوه بقك باستمرار. امين باسم الرب. لازم الرب يتدخل في امري، اتمسك بقول الكتاب اللي وارد في خروج 14، كفوا ونص الرب الذي اليوم. امين. لازم عن افعال الشر تتوقف عن انك انت تحيد عن الكلمه، تتوقف عن انك انت تحاول تدافع عن نفسك سواء باكاذيب او حاجات كثيره بتحصل. المهم توقف عن المسير في سبل الاشرار، يعني خليك ساجد على ركبك بقى، يعني ما تمشيش في شركه الاسرار، روح عند الكنبه بتاعتك.
امين. اقعد في مخدعك، اركع قصاد الرب بدل ما تتصرف تصرفات شريره يا حبيبي. امين. نمره 2، بدل ما تفعل بايديك امور زعل الرب منك، حط صباعك على الوعد وارفع ايدك. نمسك بالكلمه النبويه. نمره 3. امين. 3، لسانك جوه بقك، وحط جوه بقك شوكولاتاي او بونبونايه او كشك. بلاش الافتراء، بلاش الكذب، بلاش انك تحامي عن نفسك باساليب ملتويه. لا لا لا، لسانك جوه بقك باستمرار، حط شوكولاتاي، ولو ما عندكش شوكولاتاي ابعتها لك. يبقى 3 حاجات. امين. امين يا رجل الله. الامور للرب. امين يا رجل الله. نتوقف عن المسير في سبل الاشرار، نتمسك بالكلمه ليل النهار، لساني جوه بقي باستمرار. وشكرا ليكم ولوقتكم الجميل. شكرا. انا بس حبيت ادخل اسلم على حبيبي رامز ومينا عاطف ومينا عسي، وعليك يا اخويا مدحت. حبيبي شكرا لمداخلتك الغاليه الجميله، وشكرا لكلمات التشجيع، فعلا عزتنا وشجعتنا. معانا تليفون تاني، خلونا ناخد تليفون كمان. انا هجي لك. انا اسف يا مينا طولت عليك، سامحني. التليفون ده وهنجي لك على طول. لا اتفضل. يا اهلا وسهلا، مين؟ مرسى معاك. يا اهلا بيك اخت مرسى. واحد حضرتك بتكلمينا منين اخت مرسى؟ من المنيا. من المنيا، يا اهلا بيك، اتفضلي. حضرتك عندك سؤال او طلبت صلاه؟ عندي طلب الصلاه. اتفضلي. انا بصلي ان يكون بيتي وولادي وشريك حياتي كلنا بنحكي للرب، وانا في امر صعب في حياتي، في مشكله كبيره. تمام. انا بفكر ان الرب في معاد هيتبدل. هي دي مكانك سنين والامر صعب والارض جالك كلمتها، لكن انا بفكر. امين باسم الرب يسوع. فصرخوا الى الرب فنجاهم من شدائدهم. اخويا الغالي الاخ مين هيصلي من اجلك صلوه حالا، يعني حالا وحضرتك بتكلمينا هو هيكون بيصلي لك. استاذنك استقبل الصلوه دي من اخويا مين. ممكن تصلي لها اخويا مين؟ يا رب انا بشكرك علشان اختي مرسى وكثيرين يا رب زي مرسى في كل الارض بيسمعونا دلوقتي. يا رب في شدائد اشكرك لانك على موعد الليله يا انك تخلصهم من شدائدهم باسم الرب يسوع. يا رب يا اللي بتسمع الصلاه، اسمع صلواتنا الليله واعمل انقاذ وعفو الهي، وبيت مرسى وبيت كثيرين يا رب يكون ملكك في الدم الكريم في اسم المسيح من احبنا لكل المجد. امين باسم الرب يسوع. امين يا رب. امين. ناخد تليفون كمان سريع جدا. اتفضل. الو. ناخد تليفون كمان بكل سرعة. أنا آسف أخويا مينا. لا يا رجل معلش، لا ده سناخدهم على بعض كده عشان ما أقطعكش في النص وتاخد فكرتك براحتك. ألو. غالبا فاصل. طيب أخت نهال معانا على الخط. يلا. سلام ونعمة. أنا مستني يا أخت نهال، مستني تليفونك من بدري. بأمانة ما تليفونات النهاردة مش حلوة الحقيقة. الله يباركك. نعمل أحلى وأغلى خدام على قلب الرب، بشكر الرب فعلا. تليفونات بتزداد حالة بيكي على هذا البرنامج. بشكر الرب بجد على هذا البرنامج اللي بننتظره من الأسبوع للأسبوع بكل لفة، وبنبقى مشتاقين جدا إننا نسمع من فم الرب شخصيا ايه هي الصفحة الجديدة اللي عايز يفتحها لنا. امين. واقول صدق في المسيح، الصفحة بتاعت النهاردة دي كلنا بلا استثناء محتاجين لها. صح. لانه بجد مفيش بيت سايبه ابليس عدو الخير الا ومسبب فيه انزعاج وضيق ومرارة، يا اما بسبب فشل في العلاقات او بسبب غلو المعيشة وعدم تسديد الاحتياجات، او حتى بسبب بعض الامراض اللي قالوا الاطباء انه العلاج منها من المستحيلات. لكن احنا النهارده من خلال البرنامج جايين بجود نيوز، جايين باخبار ساره، زي ما قال الاخ مينا ان الرب بيحبنا. وانا عايزه اطمن كل مشاهد مضغوط واقول له الكلمه دي، ان الرب يسوع عالم بكل هذا. أمين. بس هو محتاج يسمع من حضرتك ومن كل اولاده المؤمنين ان يقولوا نفس الكلمه زي ما قالها بولس، انا عالم بمن امنت. وموقن. ونخلي بالنا
ما قالش عالم بما امنت يعني بمجرد اشياء، لا عالم انا بشخص. عالم بشخص، والشخص ده هو الرب يسوع، ليه كل المجد، اللي بيسمع لصرختنا. نعم نحن لا نضارب الهواء، نحن نثق ان ولينا حي مين؟ يسمع لصرختنا، وهو لكل واحد منا ليس ببعيد. وايوه جايين نعلن ان هذا الاله الحي ليس بعيدا في سماء، ولكنه قريب جدا من كل الذين يدعونه بالحق. عشان كده عايزه اسال يا اخ مدحت سؤال. تفضلي. الاخ المبارك مينا، هو سامع لو السؤال. اتفقنا ان لو اتفقنا ان يمكن من اقصر الصلوات الموجوده في الكتاب المقدس هي صلاه بطرس المكونه من كلمتين: يا رب نجني. واكيد في مشاهدين في وسط تجاربهم وضيقاتهم رفعوا قلبهم للرب وقالوا له بكل ايمان الكلمتين دول، يا رب نجني. هتكلم وانا بنقل كلماتهم كان بيقولوا كان مفيش حد بيسمع، وتعبوا فعلا من عدم الاستجابه وطول الانتظار، وكان روح الياس والفشل بدا يتسلل لارواحهم. فسؤالي لحضراتكم، ايه الكلام اللي ممكن نقوله لمثل هذه النوعيه وهم في وقت المحن والتجارب، بس بين قوسين من غير ما نكون معذبين متعبين واصحاب وعظ؟ صح. والشق الثاني مكتوب انه منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. تمام. وانا بصدق جدا في كلمة الرب الصادقة. صح. الثابتة. لكن في ارض الواقع مش بنشوف ان طول الانتظار بنجدد فيه قوتنا. صح. ولكن العكس بيحصل، يمكن تماما انهاك اكتر وبنضعف، ويمكن كمان بنوصل لمرحلة شك في وجود الله أساسا. فيا ترى إيه الأسباب اللي بتخلي قوتنا تخور ولا تتجدد حسب قول الكتاب، وإزاي نتغلب عليها؟ وآخر حاجة لو تسمحوا لي، لأنه في الانتظار جت حتة جميلة، الأخ مينا قاعد يقول أصرخ وقول فدائتك نجني يا رب. صح. طب لو في حد عنده مشكلة معينة وحد قال له ادفع فلوس للهيئة دي وموضوعك هيمشي بسرعة وهيبقى كله عال العال، وكمان عمال يقنعه ان ده مش رشوة، لكن ده الرب بيبعت لك ناس للمساعدة، بس الناس دي مستحقة اجرهم. فعايز اعرف رأي حضراتكم في الموضوع ده، والرب يبارك. شكرا شكرا اخت نهال، حضرتك جبت الثلاث اسئلة بصراحة ثاقبين، ثلاثة اقولهم لك ورا بعض كده، وادي حضرتك فرصه تجاوب وتكمل براحتك. امين. رقم واحد، تقول ايه للمشاهدين اللي بيعدوا باوقات صعبه، اوقات مظلمه؟ رقم اتنين، تقول ايه لنوعيه الناس اللي في وعد الهي بيقول يجددون القوه مثل النسور، يرفعون اجنحه كالنسور، تجدد قوتك، تجدد طاقتك الروحيه، وده ما بيحصلش، بيحصل العكس، انه كل ما بروح بخور اكتر، بتعب اكتر. رقم ثلاثة، تقول ايه للناس اللي بيحاولوا يحل مشاكلهم بطرق بعيد عن الرب، يدفع رشوه، يعمل اي حاجه تانيه؟ امجاد عماله تقول لي في تليفون لازم تاخده، لازم تاخده. لا لازم تاخده. ناخده ولا امجاد؟ طبعا لا أمجاد. انا راجل ديمقراطي. لا لا امجاد خلاص، واوعدك عشان لو امجاد فضلت تقول لي من هنا لاخر الحلقه في تليفون فصل. طيب تقول لي فصل. طيب اتفضل يا خميس. لو في حد بيمر بظرف في ضيقة رهيبة، في ضيق دعوت الرب بس اسمع الكلمات الحلوة، احنا بنرد من كلمة الله أخي مدحت، فاستجاب لي. عايز أقول مزمور 46، المزمور الشهير المعزي الكثيرين، يعني يقول لك في مزمور 46 في أول الأعداد مباشرة: الله لنا ملجأ، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. أيوة. أنا عايز أقول لكل حد موجود في شدة، الرب موجود، الرب موجود، وموجود لحسابك، وموجود لحسابك لإنقاذك، وزي ما حضرتك ذكرت في البداية موجود لحسابك وإنقاذك من الظلام الغير عادي لحالة من الفرح الغير عادي. أمين يا صدقني. أمين. الحاجة التانية، لو أنت منتظر مين، معلش، في مثل إنجليزي بيقول لك البس جزمة غيرك، يعني البس جزمة اللي قدامك. فأنا دلوقتي مكان مشاهدين أنا أعرفهم شخصياً، منتظرين رب فعلاً، وبيحب رب فعلاً، وقديسين فعلاً، وأمنا فعلاً،
بس كل ما مدة انتظارهم للرب تزيد كل ما مشاكلهم تزيد، كل ما ضيقتهم تزيد، كل ما ألامهم تزيد. مدحت خلينا انا اسف ان بسال سؤال صعب، لا ده بس اسئله خطيره. واحنا قرينا كتب في الموضوع ده في الالام وغيره، بس عايز اقول مثلا المزمور بتاع النهارده اللي بيحكي عن رحله شعب ده، يقول لك في المزمور ده احمدوا الرب لانه صالح. واحده من الحاجات اللي بتخليني ما كملش في الانتظار، واحده من الحاجات اللي بتضعفني روحيا، اني مرات بشوفه بصورة ملخبطة، بشوفه زي ما شافوا أساف. إيه اللي حصل يا رب؟ إيه اللي جرى لدولة وما جرناش؟ إيه اللي خدوه دولة وإحنا ما خدناش؟ قصدك مزمور 73، مزمور 73 مزمور أساف. فحيز أقول أخوان مدحت، إحنا هنا علشان نرفع عينينا على الرب. لو بصينا على الضيقات بصراحة الضيقات كتيرة. مزمور 27 مزمور الشهير يقول لك إنه مزمور 27 الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الرب بس خلي بالك البداية جميلة، الرب حصن حياتي ممن ارتع، ده عنده خوف وعنده رعب غير عادي، وعنده قام علي جيوش واعداء وغيره. لكن يقول لك عدد 4 آية في النص كأنها فاصل، يقول لك واحدة سألت منها الرب وإياها ألتمس. ايه يا عم اللي انت عايزه؟ أن أسكن. قال لك ان اسكن في بيته. طب لما تسكن في بيته، الآية اللي بعديها يقول لك لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر. عنده مشاكل، عنده مشاكل، بس عندنا كذا فكرة. واحد، يا جماعة يا شعب الرب، يا متألمين، يلي المرض زاد، يلي عطية وثمر البطن طولت، يلي مشكلتك يمكن شايف ملهاش حد، صدق ان الرب صالح لحياتك. مين يا صدق ان الرب موجود لأجلك، صدق ان الرب هيخبئك في مظلتي في يوم الشر. دي حاجة مهمة. اتنين، لو انا منتظر الرب اعمل ايه؟ انا محتاج اشوفه في صورته انه صالح. انا محتاج ان اصرخ، يبقى عندي اوقات في الصلاه. انا محتاج ان اقرب من الكتاب. الفكره اخي مدحت، يعني في احد الرجال الله مش فاكر مين قال لك ان كل خريجي او كل رجال الله خريجي مدرسه الالم. الالام بتصنع المعضلات، تصنع عضلات. في عضلات نعم، في عضلات. لو انا عديت بظرف وحضرتك ما عديتش بيه، والاخ وقع في نفس الظرف، مين اللي يقدر يقوله؟ مين يقدر يعز ويسند ويشدد؟ الاخ اللي اجتاز الظرف. لكن اقول الحاجة التالتة، اوعى، رجاء في المسيح اللي تسمعني، اوعى اوعى انت في بلاد اوروبية امريكية، في استراليا، في كندا، في مصر، في الوطن العربي، من فضلك ارجوك في المسيح، خليك شاهد الى اخر نفس. امين. لآخر نفس عن أمانة الرب، عيش أمين. يعني ما يميز الأيام الأخيرة، مش يميزها، يعيبها، إن فيها كم لك وعجن غير عادي وخطايا غير عادية. تقرأ الكلام ده مثلا في تيموثاوس 2:3. لكن الحل الوحيد للأخبار والزحمة الوحشة الكتيرة دي إنسان الله، إنسان الله. أما أنت يا إنسان الله، لكي يكون إنسان الله، أنا عايز أقول لك اوعى تدي رشوة. كله بيخون، كله بيبيع، دي الطريقة اللي اجيب بيها الفلوس، دي الطريقة اللي بيها تشهر، دي الطريقة اللي بيها اخلص ورقة في الضرائب. من فضلك عيش امين للرب. الحياة الروحية مكلفة لكنها مشرفة. ده ردا سريع جدا على الثلاث اسئلة اللي اختي نهال سألته. امين، الرب يباركك. رامز كاتب حتة ترنيمة بصراحة منعشة، وما فيش ولا مرة لا رنمها في قناة فضائية، ولا حتى سجلها في استوديو، ولا حطيتها على يوتيوب. تحب نسمعها؟ يلا بينا. يلا يا يلا يا رامز. ممكن تحكي لنا رامز في الاول كتبتها ازاي وبعد كده ترنمها لنا؟ هي بصراحه كانت صرخه زي ما اخويا مينا كان بيتكلم، وكنت تقريبا في 2013 في بدايه الوقت اللي ابتديت احط حياتي على المذبح، وقررت ان انا اتبع الرب بكل قلبي وكده. فصليت الصلوة دي بصراحة وكانت خارجة من جوايا، ولقيت الرب بيديني الكلمات الحلوة دي، عايز أعيش في كل يوم معاك أمين. يعني أنت 2013 يعني من 9 سنين مثلا، 9 سنين، من 9 سنين. وأنت عمرك كام سنة؟ يعني تديني كام؟ 25 يعني 31 31 من 9 سنين، يعني كان سنه كام؟ 22 سنة. يعني الرسالة دي كتبتها وانت في سن الجامعة. بالظبط. وانت في سن الجامعة كنت بتقول للرب عايز اعيش في كل يوم. عارف يا رامز، يعلم الرب يسوع، يعلم الرب يسوع. لو في شاب بيتفرج علينا دلوقتي هو في سن الجامعة وقال للرب عايز اعيش العمر ليك،
ممكن يبقى مرنم حلو زيك كده واحسن مني كمان باسم الرب يسوع. بخدم عظيم زي الاخ مينا كده وزي الاخ مينا. صدقني صرخاتك وانت شاب صغير وانت في سن اعدادي او ثانوي او جامعه وانت بتقول له عايز اعيش العمر ليك, هادي اللي بتهيئك انك في يوم من الايام تقف زي اخويا مينا او تقعد زي اخويا مينا هنا او تقعد مكان اخويا رامز وترنم للرب وتخدم الرب وتكرم الرب وتبقى واحد من الفعالين في ملكوت الله. صدقني وهذا اعظم استثمار لحياتك انك تخدم الرب, تخدمه كمتفرغ للخدمه او تخدمه وانت بتشتغل وانت وسط السوق وانت وسط العالم, لكن يبقى الدافع قلبك وتوجهك انك تكرم الرب كل ايامك. تعالوا نكرم الرب ونعبد الرب بالكلمات اللي كتبها اخويا رامز دي. انا جاي اتعلم منك ازاي عمري يشهد عنك, رب انا جاي اتعلم منك ازاي عمري يشهد عنك, وسجودي وكلماتي وقلبي ربي انا بهدي, وسجودي وكلماتي وقلبي ربي انا بهدي, عايز أعيش في كل يوم معك أمين وتكون حياتي شهادة حية في كل حين, عايز أعيش في كل يوم معك أمين وتكون حياتي شهادة حية في كل حين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين, عايز أسمع صوتك في حياتي وجودك جنبي في أوقاتي, عايز أسمع صوتك في حياتي وجودك جنبي في أوقاتي, وعنيا تكون دايما ربي مرفوع إليك, وعنيا تكون دايما ربي مرفوع إليك, عايز أعيش في كل يوم معك أمين ويتكون حياتي شهادة حية في كل حين, عايز أعيش في كل يوم معك أمين أمين وتكون حياتي شهادة حية في كل حين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين, هدفي إني أكون في مشيئتك وتشكلني وأكون على صورتك, هدفي إن أكون في مشيئتك وتشكلني وأكون على صورتك, بالروح علمني وإملاني بالكامل أكون ليك, بالروح علمني واملاني بالكامل اكون ليك, عايز اعيش في كل يوم معك امين وتكون حياتي شهادة حية في كل حين, عايز اعيش في كل يوم معك امين وتكون حياتي شهادة حية في كل حين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين, خضع وشاكر في كل أمر أقول أمين.
هاليلويا امين. بامانه عايز اسقف لك يا رامز على الكلمات العظيمه، ومش بس كلمات ترنيمه لكنها صلوه يعني، وانا بسمع الكلمات دي منك عايز اصليها، عايز اطلب الرب بيها، عايز اتنطط كده قدام الرب اقول له أنا فعلا يا رب عايز أعيش أيام ليك. أمين. يدينا الرب ويدي كل شاب من إخواتنا الشباب اللي بيشاهدونا نعمة الرب كده تشتغل جوه حياته ويعيش للرب ويكرم الرب طول أيام حياته في اسم أمين سوى. الله يباركك يا رب. ناخد تليفونين بكل سرعة ونروح لأخويا أمين. إحنا خدنا صرخة من أربعة وعدى ثلاث أرباع الوقت، هدي لك فرصة تكمل الثلاثة أربعة. معانا تليفون. ألو 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 ايوه. أهلا. اهلا يا اهلا وسهلا. سلام المسيح. لو سمحت حضرتك انا اسمي نيفين من لندن. يا اهلا بيكي. وانا من بني سويف اساسا. واحنا في بني سويف مباركين جدا جدا، البرنامج جميل جدا جدا. الله يبارك. وانا كنت بخدم في كنيسه المطرانيه يا مرحبا عند اثناسيوس، لكن احب جدا جدا جمعيه خلاص النفوس. انا واخويا الصغير كنا دايما نروح الجمعيه ونصلي، الكلام ده من زمان يعني من حوالي 25 سنه. يا يباركك الرب يسوع، يباركك الكنيسه. ثانك يو سو ماتش. انا احب جدا جمعيه خلاص النفوس وقدام البراكين، كل البرامج اللي بتقدموها برامج جميلة جدا 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 الحقيقة يعني. شكرا، لأن هي رسالة الجمعية النهاردة. أنا ليا نصيحة لكل إخواتي المشاهدين جربتها يعني. أنا النصيحة دي اتفضلي. يعني أنا ليا 20 سنة دلوقتي، أنا ليا في لندن مدة طويلة جدا، لكن من 20 سنة حصلت لي حادثة كبيرة جدا جدا. اتصلت بناس أنبياء كذبة على الدش، كانوا بيلموا فلوس للمجاعات وافريقيا بالكذب يعني، كذابين انبياء كذبه زي ما قال عنهم الكتاب في نهايه الايام، هيبقى انبياء كذبه ومضللين كتير. انا وجوزي كنا بنديهم فلوس، اول ما وقفنا الفلوس وعرفنا ان هم مليونيرات معاهم بال 50 مليون وال 60 مليون، بلغوا فينا حضرتك في كل حته، كل حته بلغت فينا، في مكتب الهجره وفي مكتب الاسكان وكل حته بلغت، لدرجه ان الباسبور الانجليزي بتاعي كان مش واقف، بس الرب وقف جنبي ووقف جنب جوزي الحقيقه يعني. خلال 20 سنه بلغات فينا. الخلاصه يعني ان انا قعدت اصلي برت اب نفسي وقلت للرب يسوع يا رب انا مش قادره اعيش خلاص، تاخد روحي وتاخدني، انا طول عمري عايشه بخدم الرب وناجحه في البلد دي والناس بتحبني وبحب الناس، مش قادره اعيش يا رب. والرب ابتدى بقى يتكلم معايا جامد. انا شفت الرب في رؤيا سنه 93، الرب النهارده كانت حياتي برضه فيها تعب والم، شفت الرب يسوع وكلمني على حاجات كتير في حياتي اتحققت. فالحقيقه الرب كلمني قال لي يا نفسي طول ما انت بص على المشاكل وبص على الناس دي مش هتعيشي، بص عليا انا. وفعلا هو كلمني قال لي بص بص الناس على الماضي وتكسر وتقتنع، لكن اول ما تبص بص عليا اصلا مش على الميه تاني. فانا بشجع اخواتي المشاهدين بصوا على الرب يسوع، هو اللي هينجيكوا وهو اللي هيخلصكم، مش ما تبصوش على المشاكل، طول ما تبصوا على المشاكل هتقعوا وهتغرقوا. طول ما انتوا باصين على حياتكم والاحباط والمشاكل تعبانين، بصوا على الرب. الرب كلمني وقال لي كل آله صورت باسمك لتنجح. مين باسم الرب يسوع؟ وكل الكافر قضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث الرب لعبيده. امين يا رب. وحول الرب اللعنه الى بركه لانه قد احبك، وكل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قدره. الرب طيب أمين. وصالح والى الابد رحمته هيقف معاكم وهينجيكم. امين يا اخت نبيل. مين أخت نبيل؟ شكرا خالص، شكرا، شجعتينا جدا بكلماتك. انا اسف اني هوقف، بس احنا معاد الحلقه بيهرب مننا وعندنا كلام كتير عايزين نسمعه من اخونا مينا، بس فعلا شجعتينا بمقابله الرب معاكي وانه ازاي نثبت عينينا على المسيح. معانا مكالمه ثانيه، استاذنك اتفضل على طول، ادخل في الموضوع على طول، قول لو عندك طلبة صلاه او سؤال اتفضل. يا اهلا. انا اسمه انا لا سوري معلش قول تاني مش سامعينك كويس. انا اسمي ونر. يا اتفضل. تمام اتفضل. عايز صلاه من اجل البيت واخويا واولاد خالتي. امين 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 يا اخوانا، هنصلي من اجلهم. رب يباركك اخويا مين. انا اسف جدا جدا لاجل اللي وقت طويل يعني، بس فعلا التليفونات احنا هنا اخويا مدحت
مش عندنا منهج يعني مش لازم نخلص المزمور. الرب يدينا حلقات تاني بس أهم حاجة احنا عندنا هدف كبير جدا ان المشاهد الكريم سواء اخت نيفين بتشارك معانا صدقني يعني انا ما اعرفش نيفين لا حد يقول لك ده يعرفها ولا لا اعرف مين نيفين ولا مين في بني سويف ولا مين في انجلترا لكن عايز اقول هي بتقول مرت بضيقه يا شعب الرب بصوا على الرب مش الحل ان ابص على الخادم مش الحل طبعا خدام الرب الافاضل لو في حاجه كمان مينا في الاخت نيفين عجبتني قالت شهادة حية عن جمعية خلاص نفوس بني سويف إن المكان ده يقدم رسالة الإنجيل ولا غرض آخر له إلا وصول المسيح إلى قلوب الناس وعبر سنوات طويلة وهي في المطرنية كانت بتيجي هنا وشافت إنه لا غرض آخر إلا الإنجيل وصول الإنجيل وقالت إن في ناس تانيين أنبياء كذبة ونصابين ومحتلين ومؤذين فأنا مبسوط إنها قالت الصورتين إن في نماذج حقيقية ما زالت تعكس المسيح وتعكس صورة المسيح للناس وفي نماذج مشوهة فالناس اللي تعبانين ومطحونين من النماذج المشوهة نقول لهم لا ما زال في رجال الله وما زال في كنائس وما زال في أماكن لا تنادي إلا بإنجيل ربنا يسوع المسيح لك المجد يا رب شكر رب من أجل الجمعية شكرا كمين. للرب بالفعل يا اخويا مدحت يعني خلينا اقول يعني اللي احنا بدانا بيه لالا يكون حد لسه فاتح لسه حد عايز يتابعنا بكل بساطه احنا قلنا بنتكلم من مزمور 107 عنوان حلقتنا فخلصهم من شدائدهم والرب عايز يخلصك من الشده بتاعتك تمام. ايه نوع الشده بتاعتك هل انت لسه تايه وفي التوهان بتاعك ده انت بتعمل امور علشان تبرر ضميرك وما تشعرش بالذنب انت في حاله من التيهان الحل الوحيد انك تصرخ للرب الرب اتكتب عنه هداهم طريقا مستقيما ليذهبوا الى مدينه سكن الرب يسوع بيجيب التيهين بيجيب المتشتتين عشان يعمل منهم ابناء للمجد فنفسي اشجع المشاهد لو انت لسه داخل الرب بيحبك ايا كان نوع التيهان بتاعك مازال الرب بينادي عليك لو انت فين في ابعد ما يكون الرب بيحبك ثق صدقني ان الرب في صفك الرب في حساباتك الرب مش بعيد لما الواد ابني في البدايه كان يقول لي هو ربنا فين كان كل الناس علمونا زمان ربنا فوق كنت انا اقول له لا ربنا هنا حبيبي فلما يسالوه كل العيله ربنا فين يقول هنا السماء فين السماء ايوه فوق لكن ربنا فين ربنا جنبك حاسس بيك في ضيقهم تضايق الحاجه الثانيه بسرعه وهم ماشيين من سبي دي تاني صرخه نعم تمام وهم راجعين اخويا مدحت من 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 بابل الى اورشليم عشان يرجعوا البلد بتاعتهم عرف كم الغيره والحقد الشيطاني صدقني احنا مرات الناس بتفكر انه انك تاخد قرار التوبه وانك تكمل يعني مش هتتحارب الطريق مفروش بالورد لا اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم عدوكم في عدو ملتمسا من يبتلعه نعم في عدو عايز يبتلعك انت وبيتك شئت ام ابيت احنا في حرب روحيه وهدف هذه الحرب الروحيه في افسس 6 على ظلمه هذا الدار انك تخليك عايش في ظلام غير عادي طب الناس دول ايه اللي حصل لهم بدا ياخدوا ازواجهم وعيالهم وبناتهم ويسبوهم وغيره بدوا يتضايقوا ايه الحل لو السحر دخل البيت عمليا على طول اهو ايه الحل لو واحد في لعنه موروث يفتح محل مش نافع معاه يسافر بره يتمسك يرجع مراح ايه الحل الواحده يعني خلاص الامور اترتبت لكن خلاص تموس كل حاجه ايه الحل للهياج الشيطاني اللي على البيوت في هذه الايام الاخيره واحنا بنخدم مدحت في الكره الناس بتصرخ الشيطان مش سايبنا ايه الحل للشباب النهارده مقيد صدقني بيبقى قاعد هو بالفعل قرف من نفسه من الفرجه على موقع اباحي ولا من علاقه رديئه نجسه ايه الحل عدد 13 يقول لك فصرخوا ده المفتاح يا اخويا مدحت الصرخه اعلان الاحتياج الصرخه اعلان مش قادر اكمل الصرخه اعلان انتفاضه انا محتاج انا بنتفض من اللي انا فيه مش قادر اكمل لوحدي طب الرب عمل ايه اسمع العدد الجميل المعز اللي جاي ده اخرجهم من الظلمه وظلال الموت وقطع قيودهم يا رب احنا بنسالك تقطع قيود الكسرين امين يا رب امين يا رب لو في حد بيسمعنا امين يا رب تحت تاثير الارواح الشريره من اي نوع
نؤمن ونثق في سلطان المسيح المقام من الأموات بسبب دم الحمل، أي رقية، أي سحر، أي عمل شيطاني، أي أرواح بتحل بتفارق ساكنة هاربة محاربة، أي أرواح باسم الرب يسوع للمرض، أي أرواح للسحر، أؤمن بسلطان اسم الرب يسوع تفارق الأجساد ولا تعود إليها تاني. أمين. تقول لي من قدام الكاميرا من قدام التلفزيون الرب يشفي عن بعد، يشفي يعني أؤمن. قدام الكاميرا لو حد مقيد بأرواح النجاسة تغادرك بسلطان اسم المسيح في اسم الرب يسوع وتصير للرب. أمين. اتسبيت في ايه؟ البيت خرب في ايه؟ باسم الرب يسوع البيت تطلع منه الشياطين. امين. بيوتنا خاليه من الشياطين تطرد الى الخارج باسم يسوع. امين. نعم. ارفع ايدك يا خيمات حتى نرفع ايدينا ونصلي بكل ايمان ونقول للرب يسوع تعالى لشعبك، كل حد مقصور باسم الرب يسوع تطلق سراحه في اسم الرب يسوع. يا رب انت اللي قلت كده لأولاد المقصورين بالاطلاق في اسم الرب يسوع. يا رب انا بصلي باسم الرب يسوع اطلق كل نفس معذبه من الارواح الشريره. امين. يا اطلق كل طفل مش عارف ينام ليه من كوابيس وارواح ضغط على نفسيته باسم الرب يسوع، ارواح مبغته. يا رب اؤمن انك تيجي بحريه لشعبك. اي حد بيسمعنا، اي حد بيصرخ معانا، اصرخ يا عزيز المشاهد، اصرخ أخت الفضلة في أي مكان في العالم بتسمعنا من خلال شاشات القرمة، أصرخ للرب، قول للرب أنا عايز حرية أبادة بالموت. ذاك لماذا مات المسيح؟ سبع أسباب للتجسد في عبرين 2، من ضمنهم أن يتجسد علشان يبيد بالموت. ذاك الذي له سلطان كل الأرواح الشريرة بحلم بتعابين وكوابيس، وأقول لك الرب يسوع هيطلقك بسلطان اسم المسيح. آمين باسم الرب. اسمع اللي جاي يا أخي مدحت، فليحمد الرب. شوف بدأ المشهد بيه. حضرتك قلت إعلان جميل في البداية، قلت تبدأ بضيقة لكن تستمر بفرحة. هللويا. يقول لك فليحمد الرب على يا رب حول حياة كل شعبك لأغنية. يا رب يا رب. فليحمد الرب على رحمتي وعجائبه لبني آدم، مبارك اسمك لأنه قصر مصاريع النحاس وقطع عوارض الحديد. كده خدنا 2، خدنا ان الشعب طالع تايه، يمكن يكون تايه، الرب بينادي عليك بحبك، انا خلاصك الوحيد. خلاصك مش في الدين، خلاصك مش في العقيدة، خلاصك مش في الطائفة، خلاصك مش في المؤسسة، خلاصك الوحيد في من قيل عنه بلسان الرسول بطرس وليس بأحد غيره الخلاص. الحاجة التانية، لو انت مقيد في حرية ليك، ازاي كيف نحصل على الحرية؟ انك تصرخ للرب، صارخوا الى الرب. ما احنا بنحكي رحلة الشعب، صارخوا الى الرب. بس جست انه بس يقول للرب انا عايز دم المسيح النهاردة يكون فاصل بيني وبين الارواح الشريرة. امين باسم الرب يسوع. يقدر دلوقتي حد هو بيسمعنا دلوقتي خمينة عبر الشاشة، يقدر يرفع ايده كده، يرفع ايده. نعم. كل اللي عليه يرفع ايده ويصدق في صلوة انه الدم يصير فاصل، الدم يوضع على القائمتين، الدم يوضع على العتبة العليا. انا نفسي خمينة مش عايز اعدي الحتة. نعم. دي قبل. نعم. واخويا رامز هيجهز لنا ترنيمة يدخل مع الصلوة بتاعت حضرتك على طول، انه باسم الرب يسوع نرفع الدم راية. أمين. نرفع الدم راية عالية، نرفع الدم فاصل، نرفع الدم عازل، نرفع الدم للحماية، نرفع الدم للحصانة، نرفع الدم للانقاذ، نرفع الدم للخلاص، نرفع الدم علامة العهد الجديد وإشارة العهد الجديد وقوة العهد الجديد، نرفع الدم على بيوتنا على عائلاتنا. سأذنك ارفع ايدك كده وانت ببيتك، ارفع ايدك على حياتك، على أولادك، على ممتلكاتك، على كل ما تمتد إليه يدك، على كل أجواء ومناطق وأماكن انت بتتحرك. نعم. فيها. نعم. وهي خاضعة لسلطانك. نعم. تتغطى بالدم. سأذنك صلي مع أخويا مينا. نعم. الصلوة اللي جاية دي وهندخل على طول بترنيمة نطلب فيها الرب مع أخويا رامز. يا رب يسوع، يا رب أنا بسألك علشان كل مشاهد كريم بيسمعنا، ايا كان بنت شاب راجل ست، يا رب اؤمن انه الدم باسم الرب يسوع ينهي تأثير هذه الارواح الشريرة. يا رب اؤمن باسم الرب يسوع المسيح بيوت خالية من الارواح الشريرة، البيوت اللي اصابها الانقسام والانفصال تعود صحيحة، تعود مرتبطة باسم المسيح، الكنائس اللي صار فيها الخصام والعداوة تعود جسد يعبد الرب مع بعضه، هيكل ينمو مع بعضهم، عروسة تستمتع بجمال المسيح. يا رب أؤمن أنك تزور كثيرين في هذه الأيام من خلال الحلقة دي مباشر دلوقتي، من خلال سوشيال ميديا، من خلال شاشات التلفزيون على طول. أؤمن يا رب لو حد بيسمعنا معاد الصلوة دي تصيب حياته، البركة دي وبركة دم المسيح تزور عمره،
يا رب اصلي مؤمنين يا رب اصابهم روح الاحباط واليأس يا رب النهارده ينتفضوا بسلطان اسم المسيح. بارك شعبك، اطلق شعبك، عيد على شعبك، اطلقهم من المسخرين وخليهم يفرحوا في اسم المسيح. هاليلويا امين. اعلن الدم عالي. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، ياللي راضي بيا اديت ليا قيمة، ايدك بتحوطني ايوة ايدك كريمة، انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، ياللي راضي بيا واديت ليا قيمة، ايدك بتحاوطني ايوة ايدك كريمة، انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك شالتني من وسط قصوري، ايوة ايدك حمتني انت ليا صوري، مش مطروح لوحدي لظروفي واموري، انت بديت معايا وهتكمل يا نوري يا نوري. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، ياللي راضي بيا اديت ليا قيمة، ايدك بتحاوطني ايوة ايديك كريمة، انت اللي مفرحني يا بابا مديني الترنيمة. نعمتك بتقبل والدليل صليبة، كنت بعيد لوحدي ابني بقيت حبيبك، ولقيت نفسي محني متشال جوه عينك. انا مديون للنعمة، انا مديون لصليب. تاني تاني. نعمتك بتقبل والدليل صليبة، كنت بعيد لوحدي ولقيت نفسي محني متشال جوه عينك. انا مديون للنعمة، انا مديون لصليبك. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، ياللي راضي بيا اديت ليا قيمة، ايدك بتحاوطني ايوة ايديك كريمة، انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة. نعمتك تخلص، نعمتك تبرك، واثق فيك وإيماني انك انت تحرك، ودي مش حاجة مني انت اللي بتكرر، انك هتباركني اكتر مما تصور. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، اديت ليا قيمة، ايدك بتحاوطني ايوة ايديك كريمة، انت اللي مفرحني ومديني الترنيم. هاللويا. الله يباركك يا رامز ويدوم افراح السماء فيك. هاللويا. اخذنا صرختين، ناخد التالتة. التالتة ان كرهت انفسهم كل طعام، بعد ما يقول الكتاب المقدس يعني اروح لعدد 18، كرهت انفسهم كل طعام واقتربوا الى ابواب الموت فصرخوا الى الرب. يعني ايه بقى كرهت انفسهم كل طعام ويعني ايه اقتربت انفسهم الى الموت؟ عارف اخي مدحت، يعني لما يبقى واحد كره الحياه كرهت انفسهم، يعني الحياه كلها بجملتها. وبعدين يعني بصراحه صاروا يعني خلاص عندهم هاي ديبريشن، عندهم اكتئاب حاد، وصلوا لمراحل الياس العنيف. يا عارف لما يقول لك ان فرعون مرر حياتهم، مرر حياتهم بعبوديه قاسيه، كم ذل وكم ضغط شيطاني مش طبيعي. بس الحقيقه اليائسين دول نعمل لهم ايه؟ ياخدوا ادويه اكتئاب؟ مش عايز ادخل في السكه دي. يروح لمشير نفسي؟ مش موضوعي. لكن بصراحه عندي ايه بتقول لي، نص واضح في كلمه الله بيقول لي ان كل اللي تضايقوا، يمكن تضايقوا بسبب
حد فقد عزيز او حبيب، ما هم ماشيين في بريه ففي فاقد للارواح عادي. يمكن يكونوا فقدوا امور، مش عارف ايه اللي فاقده، ايه اللي خسرته، اللي ما نلتهوش كبنت، اللي ما حصلتش عليه كولد، اللي كراجل يعني بصراحه غاب منك، ما اعرفش عارف ممرر. مرات الناس تقول لك، انا اسف في اللفظ يا مدحت، باللفظ البلدي القروي المصري، يقول لك بج مصبر، ملان صبر مر مرار، ايه ده؟ معقول؟ ايوه، كم ضغوط عنيفه يطلع من سكه لسكه. اول ما صرخوا الى الرب، مبارك اسمك مبارك اسمك، خلصهم. عنوان حلقتنا النهارده من شدائدهم. طب عمل ايه؟ ايه الفعل الالهي؟ ارسل هللويا كلمته فشفاهم. عمل ايه؟ فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم، هم مش تهلكته، هو مش بينك صح، وهو لا يشاء ان يهلك اناس ولا ان يقبل الجميع الى التوبه. تهلكته، مرات الضغط يودينا تهلكه. بنت متضايقه تعمل علاقه يمكن مع شاب غير الديانه بتاعتها، يا يسوع ايه ده، غير مسيح، بصوت عالي بيقول يعني احنا على الهوى، بس جوا نار من الناحيه دي. وما اكثر البنات المسيحيات اللي مربوطين في علاقات واصله الى حد النجاسه مع الشباب غير مسيحيين، وبتقود ان بسهوله جدا بتترك المسيح وتترك ايضا المسيحيه وتترك ايضا عائلاتها، وبتعيش في مزله لا تتوقعها ابدا. ما العدو فهم مرات البنات والشباب دول انه انت في مزله، الحل انك تفك عن روحك. لا مش فك، مزله اعظم، مزله اعظم، من ذل لذل، من رديء الى اردى، صارت الى حال اردى. احنا ايه الحل للمضغوطه نفسها اللي ما لقتش الحب، مش عرضتش بقيمتها، ما لقتش نفسها في كنيسه؟ يا ما بنات قبلوا لي قالوني طردوني من فريق الترنيم، ما لقتش في الخدمه روحي. يعملوا ايه؟ اول ما صرخوه ارسل كلمته. مين الكلمه ده؟ عندنا يوحنا واحد بيقول لنا مين الكلمه، احكي لنا عنه. ده في البدء، ده سيرته حلوه ده، هللويا. في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه الله، عند الله، وكان الكلمه بقى مين الله. هو ده ذاته الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياه والحياه كانت نور، كانت الله. نور مين ينور النفسيات المظلمه؟ هذا الكلمه يسوع المسيح، هو وحده. وقف على نصة الزمن في لوقا 4 لما دخل المجمع، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه. البركة الثانية يقول لك لأشفي المكسري القلوب. يمكن حد مكسور قلبه، صدقني يا مدحت، دموع رهيبة، بس انت حكي عن الغلاء، بس انت حكي عن الكورونا وطوابعها واللي حصل، بس حكي عن الكانسر اللي بقى عامل زي الانفلونزا اليومين دول، والنفسيات مرة. اللي شاب فقد ابنه في العشرينات، اللي زوجة فقدت زوجها وهي لسه طالعة للدنيا، لطفل طالع يتيم. الحل الوحيد، صدقني نفسي نادي على كسري النهاردة وقول له الحل الوحيد، ان المسيح اللي طعن في الصليب حاسس بيك، رئيس الكهنة اللي اجتاز السماوات، صدقني مش كلام، النهاردة شخصه ما استأمنش حد، ما قالش ارسل ملاك يشفيهم، ما قالش ارسل لا 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 لا، الرب بذاته جاي يشفيك، لو تعبان بيشفيك. الرحلة التالتة لو تعبان نفسيا، حلك في شفاعة المسيح. مش الحال تروح للمخدرات، مش الحال تضرب شابه، مش الحال تروح على القهوة لنصاص الليلة عشان تشوف حتة، لا 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 لا، الحل الوحيد انك تترمي عليه. لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ انت اللي تريحني يا يسوع. احنا معانا اقل من 3 دقايق كلام، وبعد كده هناخد ترنيمة ونختم بيها. عايزك في 3 دقايق دي يا اخويا مينا توجه رسالة صريحة واضحة مباشرة لناس متألمين من ضغوط، من مشاكل، من خطايا، من حروب شيطانية، من تدخلات شيطانية، من أيا كان. يعمل إيه؟ ادينا خطوات عملية كده نعملها. أمين. يعني رقم واحد، أنا نفسي غرض البرنامج الرئيسي نكلم البعيدين عن المسيح. نعم. وتضايقوا بسبب الخطية، لأن الخطية بتزل أصحابها. صحيح. فيقول الكتاب المقدس عن شمشون مثلا في سفر القضاء أصحاح 16، وتضايقت نفسه جدا. فالنفس بتتضايق بسبب الخطية. فرقم واحد، وجه رسالة للخطاء اللي الخطية ولا سيما المخدرات والنجاسة كسراهم وزلاهم، يخرجوا ازاي من هذه الضيقة بشكل عملي. بعدها الناس اللي بيعدوا بظروف صعبة. أمين. أنا نفسي أقول لكل بعيد النهاردة
لكل شاب لكل أم لكل راجل بيسمعنا. صدقني احتياجك الملح في هذه الأيام مش إنه الاقتصاد يتظبط، مش الحل إنه يحصل مش عارف إيه وتغير بيتك وتغير مكانك وتنقل في مكان تاني. الحل الوحيد أن الرب يسوع بينادي عليك هو فرحة العمر كله. قال له أساف ومعك لا أريد شيئا على الأرض. يا كل معذب من الخطية، يا كل مضغوط شيطانيا، يا كل مربوط بقيود النهاردة بتسمعنا، أرجوك أرجوك في المسيح أيا كانت شهادتك العلمية قد إيه، حتى لو أنت صرت يمكن ما عندكش تعليم، أنا عايز أقول لك صدقني النهاردة بصوت عالي الحل الوحيد في أنك تيجي عند الصليب. هناك زي ما قال المرنم دفعت كل ما علي كاملا، هناك ينهي عارك، هناك ينهي ذلك، هناك تبدأ بداية جديدة. وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة تتخلق من جديد. صدقني بس مش تتخلق على الصورة القديمة بتاعت آدم، لا، تتخلق في البر وقداسة الحق. أنا عايز أقول لك يا كل بعيد بتسمعنا، يا كل بنت علاجك الوحيد أنك تصرخي للمسيح وتقبليه مخلص شخصي، والنهاردة مثلا يمكن 13-12-2022 يبقى يوم عيد ميلادك الروحي. النهاردة لو انت شاب في اعدادي بتسمعني، النهاردة لو انت أسرة قاعدين مع بعضيكم، مش الحل صدقني في انه ربنا يفرجها ويبعد زمان للمحل ده، كله ده صدقني هيجي. ايوة بطرس قال وهو بيوعز، ايوة في 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 اعمال ثلاثة، توبوا وارجعوا عشان حاجتين، واحد لتمحى خطاياكم، اثنين لتأتي اوقات الفرج من وجه الرب. تمحى خطاياك في دم المسيح، المسيح اللي دفع الثمن غالي في الصليب يستر عمرك وعيوبك. مين يا صدقني، ايوه ايوه، لكن كمان تاتي اوقات الفرج. عايز اقول لك اللي تعبان الرب يريحك النهارده، الرب تألم في الصليب، الرب في ساعات الظلمه ايوه صرخ بروح النبوه في مزمور 69 قال له خلصني يا الله لان المياه دخلت الى نفسي. انا عايز اقول لك ان الرب يسوع غرق في محيط من الغضب الإلهي على الخطية، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لكن عايز أقول لك لو غير أن يطلعك، عايزك تغمض عينك، أرجوك في المسيح بعد كل الرسالة المهمة دي، أرجوك في المسيح غمض عينك وقول له بفتح قلبي ليك النهاردة يا رب. أرجوك أرجوك صلي من فضلك، افتح قلبك من فضلك، أصرخ اعلن احتياجك، انتفض من اللي انت فيه. أرجوك لو واصل لحد صعب جدا الرب النهاردة ليك وخلصك من شدائدك، قول له يا رب تعالى زورني، قول له يا رب غير حياتي، قول له يا رب غلطت في حقك، يمكن بحصد نتيجة أخطائي، عايز دم المسيح يسترني، عايز أبدأ بداية جديدة معاك يا رب، بسلمك حياتي، من فضلك تداخل في حياتي واعمل بنعمتك ليوم مجيئك لكل المجد. امين امين اخويا مينا. امين يا رجل. عايز في نهايه الحلقه اشكر جدا جدا اخويا مينا واخويا رامز، شرفتونا وباركتونا وسمعتونا رسائل السماء اللي طيب قلوبنا. شكرا ليكم يا رجل. الله مبارك، شكرا لصدقك كلمه الرب اللي في فمكم، ويدوم الرب كلمته في افواهكم، الرب يصاحب كلمته اللي في افواهكم بقوه روح القدس لتوصل اكتر لقلوب الناس. عايز كمان اشكر قناه الكارما واشكر جمعيه خلاص نفوس بن سويف، ويدوم الرب ابوابهم مفتوحه للمناداه بصليب المسيح دايما، يكونوا سبب خلاص لكثيرين في اسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نختم مع اخويا رامز بالكلمات الحلوه اللي جايه دي. ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب، ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب، كنت خايف من نهاية شفتك الاسد اللي وانت بتشكل
جاي عون اللي باقي كنت فاكرة مش دوايا شفتك العون اللي بقى أيوة أيوة شفتك في الأمام وقت لما عدوي شفتك في انكساري وانت بتغير مصاري كنت شاكك في العناية وانت بترد اعتبار